صدقوني يا جماعة، أنا من وقت كنت صغير كنت حب الصيد واللعب بالفرودة والبواريد. كنت مثل جني شائق الأرض وطالع، ويا مأزي رفقاتي الأولاد الصغار بفرودة الفنين وبواريد الخردو. ليش أنا أنظر؟ أنا كمان نفس الشيء، أنا آكل من أبي فلا الله مولاها لأني أوصت على قطة بارود الخردو. وأنت الثاني ما لقيت تتقاوى إلا على القطاط، الله يصلحك. شو بدي ساوي؟ هدول كانوا يطلعوا بخلقتي وأوص عليهم، بعدين تعال أقول لك على من بدي أوص، على رفقاتي الأولاد. لك يا رجل كنا صغار ما كنا نميز بين الجد واللعب. أنا بزماني روحت ايدي وانا عم بلعب ببارود الخردو. كنا بهديك الايام ندك فيها البارود دك، قامت طلعت مره على ايدي وتصوبت. من يومتها حرمت امسك بارود الدك بايدي. بس بدكم الحقيقه يا جماعه، الصياد الموهوب ببين من صغره، وبتحس انه هالبني ادم خلق ليكون صياد، لانه اولا واخيرا هي موهبه من ربنا سبحانه وتعالى. اي والله موهبه يا ابو رشدي، والحمد لله يلي الله أنعم علينا فيها لحنا ثلاثة. يا سيدي أنا بزماني لما كنت عم أخدم عسكرية أخذونا بقى سيدي على حقل الرمي، صفونا على نسق واحد وعطونا إيعاز مشان نقوس 10 طلقات دراكا، يعني طلقة طلقة. ومحسوبكم مثل ما بتعرفوا ما بيحب يقوس ضرب ورا ضرب، دي إخلاقي روح قلبي الرش. فما كان مني بقى سيدي إلا أني نزلت هالمفتاح تبع البارودة لتحت ورشيت لكم العشر ضروب رشة واحدة. بحب صوت رصاصي إز، بحب صوت الرصاص المنهمر مو بإيدي. أكيد أكلت عقوبة وزحفوك كواع وركب 2 3 ساعات على الأسرة. هو كان الضابط ناوي يسلخني عقوبة من كعب الدست وحمرت عينه علي، بس ما فعل، وكل اللي عمله إنه كمشني من شحمة إدني هيكي وصار يفركع. وقال لي ليش رشيت رش ولا ما قلنا لك ترمي دراكا؟ ايه شو جاوبته؟ قلت له سيدي شو بتفرق ان كان رشان ولا دراكا، المهم صيب الهدف. قام قال لي شوف، اذا كنت جايب فوق 5 من 10 راح اعفي عنك وغض نظر، اما اذا كنت جايب اقل من هيك فراح اشلحك من رجليك وخليك تركض حافي حوالين حقل الرمي 50 دورة وانت عم تردد بصوت عالي أنا الحمار اللي ما نفذ الأوامر. إيه وشو صار؟ أكيد أكلت عقوبة. ولو مو عيب، لك صدقني لما رحنا على الدريقة تبعي لقينا 10 طلقات بنص الهدف، يعني 10 من 10. قام الضابط عطاني إجازة 2 يوم ومدحني كتير. إيه ما بيخاف عليك، أصلاً أنت أحسن صياد بهالمنطقة وما في ضرب بيخيب منك. برافو عليك، بالفعل أنا هيك. طيب اسمعوا القصة. مرة طلعت على الصيد ومعي يا سيدي 200 خرطوشة، بأحزروا كم عصفور صدت فيهم. 150 عصفور. لا حبيبي لا، ما حزرت يا روحي، صدت فيهم 200 عصفور، يعني ما خابت معي ولا طلقة. بس بالرغم من هيك والله العظيم زعلت يوميتها كتير وأخذت على خاطري. وليش بقى؟ لأنه كان بنفسي أوز كمان، وندمت كتير لأني ما طلعت معي خرطوش زيادة على الجبل، لأنه هالمئتين عصفور كنت صايدهم خلال 2 ساعة. وقلت لحالي شو هالمشوار المعنت يلي انقضى ب2 ساعة. فعلا شي بمعيد. وانت شو عملت؟ شو بدي أعمل يعني؟ وأنا راجع على البيت منكسر الخاطر لقيت بدربي صياد هاوي طالع ومعه 150 خرطوشة. قمت بازرته عليهم. اشتريتهم منه؟ مو هيك بالضبط، لأني ما دفعت له مصاري، بس سألته كم عصفور متوقع تصيد بها 150 خرطوشة؟ قام صفن شوي وقال لي مو أقل من 50 عصفور. 50 عصفور؟ حيف على هيك صيادة. ليش الأفندي مفكر حاله صياد؟ المهم قلت له تاخد 150 عصفور بها 150 خرطوشة تبعك وتوفر على حالك كل هالتعب؟ والله عرض مغري، لو بيضل بالجبال 10 أيام ما بيصطاد 150 عصفور. وقبل بهالعرض؟ معلوم بده يقبل، وطار عقله كمان، وفورا اخذ مني العصافير ونزل على البلد وهو نافش ريشه مثل الطواويس. المهم اخذت منه الخرطيش وكملت مشوارك. صحيح هذا اللي صار، بس خسرت 2 عصفور لاني ما قدرت صيد اكثر من 148 عصفور بال 150 خرطوشه. ايه سيدي الله يجعلها اكبر المصائب،
اللي هلا امتى ناوي تطلع الصيد؟ يعني بهالكم يوم تطلع معي؟ والله بالنسبه لي اعتزلت الشغله، وقتي ما عاد يسمح، بس بدي اطلب منك خدمه صغيره اذا ما في سئله. انت بتامر ابو عادل؟ انا خدامك امور. لا العفو ولو، بس ابني عادل طالع خروق وتشتوش بالمرة، بدي أعلمه على الصيد بركي بيقوى قلبه وبيصير رجال مثل الخلق والعالم. ايه على عيني وراسي، تكرم عيونك. انت سلمني يا اليوم وانا خلال شهرين زمان برجع لك يا صياد محترف بصيد القاء من على شجر السماء. وبكون كتر خيرك يا ابو رجدي، وهالمعروف ما رح انسالك يا طول عمري. ولو يا ابو عادل ولو، لك بدنا خدمة تحرز نحنا. لك شو بكم ما تاكلوا؟ اشتروا حبيبي اشتروا. اشر يا روحي اشر، تين بعد هذا. الله يخليك. خود الله يرضى عليك. على رأيك. اشر انت بتحب الخيار، خود. يسلموا. اهلين وسهلين. اما انت معها هي، لك انت شو بدك بهالشغله؟ يعني بقصد ليش تتحمل مسؤولية الولاد؟ قال مسؤولية قال، ودخلك شو فيها مسؤولية هالشغلة؟ هلا قلت مخاطر بالصيف؟ يا ابو رشدي لا يقوم يوقع لا سمح الله وتنكسر ضلاعه. أو مثلاً لا تقوم تقرص شي حية بهالبرية، أو يلدغ شي عقرب وهو ماله منتبه. باطل يا أم رجدي، شو الحكي اللي عم تحكيه؟ تقرصوا حية وأنا موجود؟ إيه قسماً بالله، أنا لما بطلع الصيد الحياية والحناش والعقارب بتهرب من طريقي صفر سنة. لك ما بتتذكري الحناش أبو أربع أمتار يلي لقطه من دنبه وضليت له لحفيه نص ساعة لحتى مات؟ ما بتتذكري الحادثة؟ بلا، حكيت لي هالقصة 100 مرة، بس رغم هيك شغلة فيها مسؤولية. هلا لا تضجي علي يا أم رجدي، وخلينا نتفاهم على رواق. هات لشوف، عم بسمعك. أنت بتعرفي يا أم رجدي إنه أمنيتي بهالحياة كانت إني أعلم ابني رجدي الصيد وطالعه صياد معتبر. بس للأسف المنظوم تركنا وهاجر على كندا، وضلت هالقصة حسرة بقلبي. يعني إذا ما علمت ابنك بدك تعلم أولاد الناس؟ ليش لا يا أم رجدي؟ المهم حدا يستفيد من علمي وخبرتي بالصيد، مو احسن ما اموت وتندفن معي كل هالمعرفه وكل هالمعلومات؟ اي والله عيب علي، بصير شخص اناني بعدين يا ام رجدي، بصير شخص عم يمنع العلم والمعرفه عن الناس. ما بتتذكري جارنا العطار ابو ابراهيم الله يرحمه كيف رفض يعلمني طريقه كبس المخلل؟ انو مخلل؟ ليش ما قلت لي؟ لكن بلا قلت لك، بس انت نسيتي. هذا يا ستي مرة كان أبو إبراهيم عازمني على الغداء، ومن جملة المقبلات يلي حطلي إياهم حطلي صحن مخلل خيار بيمزع العقل، والخيارة بتقرش قرش تحت أسنان ولونه أخضر كأنه لساته ني مع أنه مخلل. سألته كيف هيك الخيار محتفظ بلونه؟ قال لي أنا عندي خلطة سرية أبضيف المي بتقوم تحتفظ بلون الخيار. قلت له خل يعني؟ قال لي لا، وقعيت غلبت حتى أعرف هالخلطة سرية ما في فايدة. وقال لي مرتي اللي هي مرتي ما بقلة سري، ومات وأخذ سره معه للقبر. دخيلك على الهم العظيم تقول مخترع الذرة. بقى شو بدك يعني أعمل يعني؟ حلوة مني موت وأخذ سر الصنعة معي؟ يه بعيد الشر عنك تقبرني، لشو هالحديث الممقيت؟ على كل نعمال اللي بدك يا تقبرني، انت ادرى بمصلحتك. هيك ها، شفتي ما احسنك؟ لكن امي الله يرضى عليك حطي لنا عشاء، حاكم بلشت معدتي تفرك. شو بدك تتعشى تقبرني؟ بقيان عنا شي عصافير بالفريزر؟ ايه بقيان عنا شي 50 منتوفين وجاهزين. لكن دخيل عينك امي اطبخي لي اياهم، هافي نفسي اليوم على اكل العصافير. لك تكرم عيونك. عادل اهلين وسهلين ومرحبتين، شلونه الوالد؟ سلم عليك يا عمي يا برجي، انت هنطلع الصيد؟ واحد ربك انت الثاني. يفضح حريش قلبك شو مستعجل؟ يعني اوام دغري بدك تطلع على الصيد هيك من الافه لادانا؟ لشو لازم اعمل بالاول عمي برجي؟ ولك حبيبي بالاول المفروض تتعلم اصول وطرق الصيد نظري، وبعدين بنطلع انا وياك على البريه ومنطبق العملي. مو دغري تحمل لي باروده طولك وتمشي. حط هالبارودة من ايدك، لقلك حط قوام، ليش معانقة؟ قبل كل شيء اللي لشوف عندكم انتو بارودة خردق بالبيت؟ ايه في واحدة لأخي الصغير،
عظيم كتير، معناها بتاخد بارودة أخوك الصغير وبتروح بتتدرب على النيشان يومين ثلاثة وبعدين بترجع لعندي. على شو الدرب؟ على العصافير؟ لا حبيبي، أنا عصافير. انزل بالأول على البستان، حط مقابيلك كيلة قصدير أو تنكة ونيشن عليها من بعيدة، بس انتبه انتبه منيح لتقلع لك عيشي واحد وانت عم تتدرب، اوعك ها، ولازم تكون الأرض فاضية وما فيها الدومري. يعني روح بلش تدريب من هلا؟ إيه ليش لا، ما في مانع، روح تيسر عمو، روح الله يهول لك. وينك عادل؟ تعال لك تعال، ابقى اشلح لي لبس هالصيد كمان، مو حلو منظرك وانت لابس لبس صيادة وحامل بإيدك بارودة خردة تبع أولاد صغار؟ ايه؟ حاضر عمو. ايه روح عمو، روح تيسر. الظاهر تعبت؟ اي والله كثير عمي. شو عليه؟ لازم ترتفع لياقتك البدنية، شو مفكر طلع على الصيد هينة مثل طلع على السيران؟ روح هلا روح روح انصرف لبيتك وسمعني صوتك وانت راكد، يلا لشوف. واه لينح 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 لينح. بيصير بيصير. ايه بابا، وشو سوى معك كمان؟ عم اقول لك خلكني يا ابي، لعن افطاسي، لسه نازل فيني تدريب وتمرين وركض وزحف ومحاضرات، كاني بدي روح على العسكريه مو على الصيد. معلش بابا معلش، الزلمه عم يعمل كل هالشيء مشان تطلع رجال، شبك؟ يو، ليش عادل مو رجال؟ انا الرجوله عندي بالصيد، والصياد الشاطر صفات الرجوله مكتمله فيه. إيه حاجتك بقى يا حاجه، دخيلك انت والصيد، يعني لو خليت هالولد يتعلم له شي شغله مو احسن له من هالعي كله؟ ام عادل بترجاكي لا تتدخلي بيني وبين ابني، ها، وخاصه بهالمواضيع، بدي اياه يطلع صياد يعني بدي اياه يطلع صياد، صلى الله وبارك. طيب منين بدي يصير صياد؟ ولهلا ابو رشدي ما خلاني ادقر بارودة الصيد. معلش بابا، معك معك بتدقرها، المهم هلا بدك تنفذ كل تعاليمه وبدقه، بدي اياك مثل التلميذ النجيب، احمد ربك استاذك ابو رشدي، ما صحيت لجدي. ماشي الحال، نشوف شو آخرته. فوق تحت فوق تحت فوق تحت فوق تحت. حاجي حاجي عادل، يعطيك العافية، بنغير الموضوع، مستعد الفحص ولا مالك مستعد؟ ولا يهمك عمي أبو رشدي، مستعد. لا تنادي لي عمي، الله يرضى عليك، تنادي لي معلم. حاضر معلم. برافو، أصبح سمعني لشوف طريقة صيد الأرانب. الأرانب تنصاد بالليل، منوجه الضوء على الأرنب لحتى يشفل ويخاف ووقف بأرضه، ساعتها منقوس عليه. برافو عليك، حافظ درسك. طيب شو هي الطيور يلي ممكن نصطادها وهي على وش المي؟ حجل. ولك أنو حجل هاد؟ العمى شو مخك اسميك؟ صرت عايد لك ياها 100 مرة، وين مخك؟ عفوا عفوا معلم، هلا اتذكرت، الطيور بتنصاد على وش المي هي الزرع والبط والوز. قوم قوم قوم. وشو كمان؟ والله نسيت، تذكرني معلم. لك جاج المي والحباري شبنا، ما قلت لك انه الحبريه بتجوع وبتنزل على وش النهر او البحيره حتى تلقط سمكه، منقوم نحن منجي منصطادها؟ على كل حال بتكتب لي هالمعلومه عندك 100 سطر عقوبه لحتى تحفظها، فهمت؟ حاضر معلم. قلي لشوف، شو هو الطير يلي بينصاد بموسم التين؟ عصفور التين. عال. وبالربيع؟ الترغل. عظيم. وبالتلج؟ الشحرور. وبيوم الجلاء 17 نيسان؟ الفري. برافو عليك، عم يتحسن مستواك.
يعني صار ممكن اوصف الجفت معلم؟ لا لا لسه بكير عليك، بدك فت جفت، بدك فت خبز بكير. يعني ما راح تطلعني معك على الصيد بعد بكره؟ مبلا راح اطالعك بس مشان تتفرج، وبعد اربع خمس مشاوير اذا شفتك عم تستوعب منيح ممكن سلمك باروده وخليك تقوص. على كل حال خلينا نرجع، تاخرنا. امشي عمو، امشي امشي لشوف قدامي. الله ملابس صياد، جزمة جلدية طويلة حتى الركبة. ملابس صياد، جزمة جلدية طويلة حتى الركبة. بنطال عسكري لونه خاكي فضفاض، بالإضافة إلى بدريسة فيها أمكنة مخصصة لوضع بعض لوضع الفشك، ومن الخلف شبكة صغيرة لوضع بعض العدة، وفيها مكان للموس والكبريتة. إن شاء الله عبد السفيد برجي لك بابا. شوفت عينك بابا، اقسم بالله ايام الفحص ما درست فيك كل هالدراسه. هلا انا بدي افهم ابو رجدي ليش عم يتمقطع بهالصبي كل هالمقطعه هي؟ ليش؟ شو هو بده يطالع على الصيد ولا بده يطالع على المريخ؟ معلش يا معادل معلش، كل انسان له طريقه بالتعليم. انواع البواريد: جفت بعينتين، باروده 12 ملم، باروده 9 ملم، باروده اوتوماتيك، باروده ماجنوم خاصه لصيد الغزلان، باروده ستاندرد، بارود سميث، بندقية جولد. ما قلت لي أبو رشدي بدك تطالع عادل بكرة الصبح معك على الصيد ولا رايح لحالك؟ لا بدي طالعه، وقلت له يمرق لعندي الساعة 5 اليوم الصبح. وإن شاء الله رح تسلمه جفت وتخليه قوس. أعوذ بالله، شو عم تحكي أنت؟ غر هذا بغو، عوده طري ما بيتسلم سلاح. أنا رح أطالعه معي مشوار ليتفرج علي وبس، ليتفرج علي شلون عم صيد، وبعدين ممكن خليه يطلق النار، يعني بعد شي 10-15 مشوار على القليلي. ايها هيك احسن، لانه الاحتياط واجب. ما بدك تحطي لنا عشاء؟ بلا تكرم عيونك، اللي تقبرني شو بدك تتعشى؟ يا ترى بقيان شي من الوزة تبع امبارح؟ لا والله مو بقيان. والبطة؟ كمان مو صفيان منها، يعني الفريزر والبراد فاضيين، اذا بدك بحط لك شوية حواضر. امري لله، بتعشى حواضر. وبكرة إن شاء الله راح أدرس لك الفريزة ترس، الطيور حجل، ووز، وبط، وأرانب، وفري من غلة صيد. بس إن شاء الله تكون زنود عادل قوية ليقدر يحمل معي الغلة. ستوب، رح ستوب، عيد استرح استعد استرح استعد استعد يلا يلا شوف احملها على كتفك. صرخ صرخ معي. واقف لك محلك. المطره جاهزه؟ الموس والكبريتة هون بالجيبه، والبيل بالجيبه. عظيم جدا الحاني لك. وصل معلم. يعني بدنا نمشي شي ساعة ونص، تعبت شي؟ لا لا ابدا، بس حبيت اسأل. برافو عليك، هلا بس نوصل لهديك التلة بنرتاح لنا شوية. شو بنرتاح؟ شوية شوية بنرتاح. امشي لهلا، امشي امشي يا حرق امشي. يا طيري يلي كل ما هطار زاد العنا والهم بيا، من يبتلي بحب البكار
راح تعلي العيشة الهنية. تشرب؟ صحة عني. يا سلام سلم، لسات المي باردة. شايف شو فاقت المطرة يا عادل؟ علي حابب اسألك سؤال. اذا سؤال له علاقة بالصيد اسأل، اما ما عدا ذلك لا تسأل. لا بالصيد طبعا معلم، كنت حابب اعرف انت مكم سنة بتطلع على الصيد؟ هو علينا من حوالي 30 سنة، يعني من لما كنت بقدك او اصغر شوية. يا ترى دغري قوصت بالجفت ولا دربت مثلي بالاول؟ لا دغري، بس جيلنا نحن يا عادل غير جيلكم. جيلنا كان جيل جبار ومخنا كبير، كتير كبير مخنا كان، بعكس هالجيل هذا. هالجيل لا تأخذني يعني عادل، نعنوح وتشتوش وما بيستوعب بسرعة، ومشان هيك بده تدريب كبير. طيب انت بهالثلاثين سنة صدت كل شيء ولا لسه في شيء نوع من انواع الطيور ما صدته؟ كل شيء بيخطر على بالك صدته، لك صدت كل شيء، صدت طيور وغير طيور وما خليت شيء يعتب علي ابدا الا الطير الحر يا عادل. شو هذا الطير الحر يا سيدي؟ هذا طير غالي كتير، يعني احيانا بيوصل حقه للمليون ليرة واكتر احيانا، والصيادين الكبار بيستعملوه كمين ليصيدوا فيه طيور الجارحة والغزلان. كيف يعني؟ ما فهمت. يعني بيمسكوا الصياد وبيحطوا على ايده بعد ما يربط له رجليه وعيونه، وبيصير يضايقه حتى يطالع أصوات، وعلى صوت هذا الطير بتيجي الطيور الجارحة ركيد مثل الصقر، النسر، الشاهين، وبس يقربوا لعنده بيكونوا هالصيادين عاملين لون كمين وبيزتوا عليهم هالشباك وبيصطادوهم. يعني بيصطادوهم طيبين؟ ايه طبعا، لأنه سعرهم غالي كتير، وفي صيادي محترفين مثلي بيقوسوا على جناح الطير الحر وهو طاير، وبس ينزل على الأرض بيعالجوه وبيضمدوا له جرحه وبعدين بيبيعوه. طيب أنت ليش لهلا ما صرت طير حر؟ آخ يا عادل آخ، هي حسرة بقلبي من 30 سنة، ولك ما خليت شي يعتب علي إلا صطته، ما عدا هالطير ما كنت أقدر عليه أبدا. بس وين بده يطير من إيدي؟ وين؟ إلا ما يجي يوم وأصطاده. وعلى فكرة أنا نادر ندر إني بطل شغلة الصيد وأقعد بالبيت بعد ما أصطاد الطير الحر. لك بريك من ايدك، ترك البارودة من ايدك، لسه بتلعب فيها مثل ولاد صغار، هلا بيطلع الضرب منها بدون ما تنتبه. يخرب بيتك وبيت بيتك، ولك ليش قوصتوا؟ لا لا تاخذني معلم، شفت شي طار بالسما متوسط عليه ورصاص يخلع رقبتك. خلع، شو مفكر حالك صرت صياد؟ العمى شو مجلوب؟ العمى شو ها؟ هاطل القوص عليه؟ لك معقول؟ لك معقول؟ لك هذا الطير الحر؟ ولك ملك الطيور هاد؟ الطير الحر يا عدولة، الطير الحر يا عالم، وأخيرا إجا لعندي برجليه. لك دخيل ربك على هالمنظر، أنا دخيل ربك أنا. الطير الحر يا عادل، الطير الحر ولساته عايش كمان. الضرب اجا بجناحه، ركود قوامي يا عدول ركود، هاد قطن وشاش من الجعبة، لساتك هون؟ ولك روح قوام. ولك الطير الحر هاد، الطير الحر يقبرني يلي خلقك. ولك صار لي 30 سنة عم اطلع على الصيد وما قدرت صيده، قام هالغر هالفصعون من اول طلقة صاده. فعلا ان هذا من عزم الامور، الطير الحر، الطير الحر. بس وينكن يا جماعة؟ مو شطارة من عادل، بضل عادل تلميذي الك عن. يا طير يلي كل ما طار زاد العنا والهم بيا. يلا شباب قوموا شباب، بسرعة بسرعة استعداد. انت
يلا واحد ترتيب. اثنين ثلاثة. بس انت وياه بس. لك شو هدولا؟ شو الاستقبال المشرشع حاد؟ شو الاستقبال اللي عاملينه بس؟ فهمني. بعدين بكير ما وصلت للمزرعة لسه. خير سيدي في شي زعجكم لا سمح الله؟ لا ما عنا الوقاحة وعم يسأل كمان. ولك أنا ما نبهت عليكم تستنوني؟ مظبوط سيدي، بس يعني هو ما قالنا عن تل البومة الغربية ولا تل البومة الشرقية. رحنا على تل البومة الغربية ما لقينا حدا. وانت السادة قلت لكم عن تل البومة الشرقية. لا سيدي ما قلت لنا. بلا قلت لكم. ولك اخراس اخراس. ما شاء الله عليكم انت وياه، ان شاء الله بومة تنعي على ابرك وابره. دحام امرك يا بيك خدهم يلا نمشي. سيدي شو خدهم؟ شو دخلني يا بيك؟ قسما بالله مظلوم يا بيك. خراس ولك خراس. انت مالك مظلوم، وتاني مرة لما بعطيك امر لازم تنقله مظبوط. ويلي عجبه عجبه، ويلي ما عجبه الله معه. درب يصد ما يرد، يروح يلاقي ضيعة تانية يعيش فيها. الباب بيطالع جمال. لك امشي يلا. اهلا وسهلا شوكت بيك. اهلا وسهلا شوكت بيك. يا مرحبا شوكت بيك. يا مرحبا شوكت بيك. لعينيك ولعينيك. لعينيك ولعينيك. مكن بيك لعينيك. شوكت بيك يا عينيك. اهلا وسهلا شوكت بيك. اهلا وسهلا شوكت بيك. لعينيك شوكت بيك. لعينيك. وقف وقف عندك. هات لشوف، هات هالسكين. منين جايبه هاي؟ من المطبخ سيدي. ولك انا كم مره قلت لكم لا تستخدموا سكاكين اطول من 10 سنتي؟ فورا بتروحوا بتجيبوا كل السكاكين المخالفه من المطبخ، ما بتخلوا ولا سكين. مفهوم؟ مفهوم سيدي. وانت تاني روح لعند دحام، هو بدبرك. انا العصيان ما بحبه، والتمرد على الاوامر يعتبر مؤامره. يلي عجبه الحكي عجبه، ما عشوه يلاقي ضيعة تانية يعيش فيها. الباب بيطالع جمال. شايف وجوهكم مخربطة؟ بيظهر ضيافة الدحام إلكم كانت دسمة شوي مو هيك؟ والله يا بيك القتلة اللي أكلناها من دحام كلها ظلم بظلم. والله ظلم. إيه خراس خراس تضرب به الراس. عم تتفصح يعني؟ اوعك مرة تانية تجيب كلمة ظلم على لسانك منوب. هالكلمة بالذات بتخبط لي بدني خبط وبتهز لي كياني هز. بقى اعملوا جهدكم تتحشوها قدامي تاني مرة. بعدين شلون ظلم؟ فهمني. يعني بتلاقوها مناسبة ارجع من رحلة الصيد يلي كلها مخاطر واهوال وما لاقي حدا يستقبلني على بواب الضيعة؟ قسما بالله استحيت بحالي وحسيت كأني لفاي مطرودة وراجع على بيت اهلها. ولك العروس العروس بيطلع وبيلاقوا لا ابعد من هيك. بعدين كان ممكن ما ارجع من هالرحله منوب، وببساطه كان ممكن يقرصني عقرب يجيب اجلي. بعيد الشر عن قلبك يا بيك. او كان ممكن تمشي على جسمي وانا نايم عرتيله سامه تقصف عمري، لانه العرتيله لا بتعرف لا شوكت ولا موكت، بس انتو بتعرفوا منو هذا شوكت. سلامه قلبك يا بيك، نحن اسفين. ماشي الحال. المهم هلأ اسمعوني منيح، بكرة بدي أعمل جولة مفاجئة اتفقد فيها شغل، وأوعكم تقولوا لحدا، ها؟ ما بدي حدا يدرى منوب. مفهوم؟ حاضر يا بيك. حاضر يا بيك. الله يكسر دياته يا حق. شو سوا فيك المجرم؟ بطي صوتك مشان الله، الحيطان الأذان. وليش بدي بطي صوتي بقى؟ يضرب هو والاستقبال تبعه. تقول فاتح القلعة مو هيك؟ وقال شو متقاويلي على بطتين ووزة وعامل لي حاله صياد. لك تضرب هالعيشة شو صايرة مغرى. ولك يا أخي أولادنا صغار وبدنا نطعميهم، شو نسوي بحالنا؟ وين نروح يعني؟ ذاتي هذا اللي كاسر إيدنا ورجلنا، الأولاد. أنا بس شغلة بدي أفهمها، يعني الناس عم تشتغل عنده مثل الحمير، بقى ليش البهادل والضرب؟ مساء الخير. مساء الخيرات. اهلين ابو حسين. اهلين. اهلين. تفضلوا. الله يجزيك تفضلك، نحن مستعجلين شوي، بدنا نحكي معك كلمتين ونمشي. خير ان شاء الله، شو في؟
يا عباس، شوكة بيك صار له 5 اشهر ما قبضنا رواتبنا، ومعلومك لحنا في عنا عيال بدنا نطعميها ونصقيها، بقى منين نجيب مصاري؟ منين؟ الله وكيلك، ما عاد حدا دايرني قرش. طيب انا شو بقدر اعمل؟ فهموني. انت رئيس العمال وكل يوم بتشوفه. بقى احكي لنا معه الله يرضى عليك، بلكي بقى بنضب هاليومين. ايه والله ما لنا غير الله وانت دخيلك. شو بدنا نزور اليوم؟ البساتين يا بيك. وشو كمان؟ المجنة والمبقرة يا بيك. وشو كمان؟ الأرانب يا بيك. يا سلام عليكم، حافظين درسكم مظبوط. سيدي بس قبل ما نروح في شغلة صغيرة بعد إذنك. شو هي؟ سيدي العمال اللي عند حضرتكم صار لهم 5 اشهر ما قبضوا ولا فرنك. ولك هلأ وقت قبض ما قبضوا أنت تاني؟ مالك شايفني مشغول؟ بعدين شو قصتهم هدول؟ شو بدي آكل عليهم الإجرة يعني؟ العمى شو ما بيفهموا؟ على كل حال بسيطة، المسا بتجيب لي ياسميون، ويلي ما بيعجبه الشغل عندي بهالطريقة باب المزرعة بيطالع جمال. نزعت لي صباحي، يلا ينزع صباحك أنت وياه. يلا خلينا نتحرك هلأ. تضرب أنت والرواتب. رواتب؟ هذا اللي شاطرين فيه، بس تقبضوا رواتب. يخرب بيتكم شو ما بتشبعوا. العمى؟ سهلا يا بيك، شرفت يا بيك. اهلا وسهلا. وين كنت انت سيدي؟ هلا من سنه يعني سيدي كنت عم بسقي الارضيات هنيك والشجرات. كذاب انت، كذاب، كنت نايم. الله يسامحك يا بيك، بيك الارض مبلوله، تفضل تفرجوا. يعني انا عم بكذب؟ معاذ الله يا بيك، محشوم. بس لو كان قلبك على التفاحات مثل ما عم تقول كان لازم تكون كل تفاحه قد البطيخه مو قد الفجله. معكم حق سيدي، بس هي الشجره بالذات تفاحة صغير شوي. ها تفاحة صغير يعني مو الحق عليك انت؟ طيب بسيطة، وهالشجرة هديك ليش ما حاملة كتير؟ سيدي كانت هي حاملة، بس من كم يوم طلعت نسمة هواء قوية. طلعت نسمة هواء ولا عم تسرق التفاح من وراي وتبيعه؟ سيدي الله يطول عمرك، لا تسامحوني بتفاحة واحدة إذا أكلتها أو إذا أخذتها معي على البيت. كتوب عندك يا عباس، مخصوم الراتب 10% 5 شهور. يا سيدي الله خلينا ياكم، أنا صار لي 5 شهور ما قبضت ولا فرنك. ها لكن أنت من جماعة الخمسة أشهر، شو عليه؟ بسيطة، اسمع مني هالكلمتين ولا وحطهم حلق بأدانك، يا بترضى بهالواقع يا أما الباب بيطالع جمال. شو قلت له؟ حاضر سيدي، أمركم مثل ما بتريدوا. برافو عليك، هيك بيعملوا الأوادم. هدول ناقصين 60 طير يا محمود، وين راحوا؟ أعوذ بالله يا سيدي، شو 60 6 بس؟ لك العمى شو بهيم؟ عم قل لك ناقصين 60 طير بتقلي 6؟ يا سيدي الله يخليني إياك، عدهم مرة تانية. يعني أنا ما بعرف عد؟ مو هاد القصد يا سيدي، بس شو لا؟ فهمني، أنا قديش سلمتك؟ 500 صوص. عظيم، وأنا بدي إياهم 500 دجاجة، صح؟ وينهم؟ هي قدامك يا سيدي 494 دجاجة. جينا معك، وين الست الباقيين؟ فطسوا سيدي. سمعتوا بإذنكم؟ قال فطسوا. ولكن شلون فطسوا؟ وشلون حتى خليتهم يفطسوا؟ لك أنا لشو مشغلك هون؟ سيدي نسبة الفطس بين الصيصان طبيعية. لا مو طبيعية أبدا، أكيد أنت يا سارق من العلف يا سارق من الدواء، يا سارقهم ودابحهم وعاملك شي عزيمة ببيتك. ولك هالشغلات ما بتكفى علينا ولك. كتوب يا عباس، يخصم من معاشه 60 دجاجة. يا بيك الله يخلي لي اياك، الله لا يحرمني اياك، عندي اولاد، حاجتي 6 دخيلة. 60 عجبك؟ عجبك، ما عجبك الله معك، الباب بيطالع جمل. قديش حلبة البقرة الاسبوع الماضي؟ هديك 150 كيلو سيدي. ويلي بعدها؟ 120 كيلو. والاخرانية هديك؟ يعني حوالي 115 كيلو. معناها عم تسرقوا من العلف انتو؟ ابدا يا بيك ابدا، العلف اللي عم تعطونا اياه عم نقدمه للبقرات، لا زياده ولا نقصان. مو صحيح هالكلام، بقراتي وبعرفهم، بعطيهم 50 كيلو علف بيعطوني 200 كيلو حليب معروف المعادله.
الله وكيلك، الله وكيلك يا بيك، كل شيء بتقدموا لنا اياه علف من قدموا للبقرات. معناها عم تسرقوا من الحليب انتو؟ اعوذ بالله يا سيدي، اعوذ بالله، هذا الشيء ما عم يصير ابدا، قسما بالله ما عم يصير. طيب لحظة لحظة، هالبقرة هديك شو جابت؟ عجل. ويلي بعدها؟ عجل. وميمونة الأخرانية؟ كمان عجل. ها ها بقى معقول كلهم يجيبوا عجول ولا واحدة منهم تجيب عجلة؟ يعني يا بيك سبحان الله، يعني هذا اللي جابوه؟ لا لا مو صحيح، هذا اسمه علاك مصدي، انتو عم تبدلوا العجلة بعجل وفكركن ما حدا رح يكشفكن؟ سجل عندك يا عباس، يحسم الراتب العامل، شو اسمك انت ولا؟ عبدالله طراجي. يحسم الراتب العامل عبدالله طراجي 10% لمدة 5 أشهر. بس يا سيدي والله هذا ظلم. لك خرس خرس تضرب بها الراس، عجبك عجبك ما عجبك الباب يفوت جمال العمد. قولوا لك لك هون شباك. شو أخبار أرامبي يا أبو مطيع؟ يبدو لي مشتاقين لك كتير يا سيدي. بتصدق يا بيك إنهم ما بيأكلوا منيح إلا من إيدك؟ أكيد بيحبوك. وأنا بحبهم كمان يا أخي، ما بعرف ليش بحب الأرانب، سبحان الله، يعني من وقت ما كنت صغير كنت لحمس عليهم وأكمشهم. بس الملاعين كانوا يهربوا مني، بعدين لحمهم طيب شو الحكي. هذا من جهة، من جهة تانية قد ما دبحت وأكلت منهم ما بينقصوا، بالعكس بيزيدوا. الله يحببكم ببعض يا سيدي. ما بدي وصيك فيهم، ها دير بالك عليهم منيح، وإذا بيموت واحد منهم يا ويلك. صحيح نسيت قلك، اليوم بتنقيلي كم أرنب سمان وبتبعتهم لرئيس الطباخين، لأني حابب أتعشى أرانب اليوم. حاضر سيدي. أنا قديش باكل لحم بحياتي؟ باكل كثير، بس للصدق والأمانة أطيب من لحم الأرانب ما دقت ولا بحياتي رح أدوق. إن شاء الله مجاري الهنا يا سيدي. لا ومو بس الأرنب طيب، والمرأة أطيب منه كمان. فعلا طيبة يا بيك. طيبة شو الحكي؟ شو؟ رصاصي. رصاص؟ شوفولي شوفولي شو القصة عوام؟ سيدي هذا الضرب جاي من مزرعة فوزي بيك. وخط مقطوع. العمى شو القصة؟ سيدي سيدي شو القصة يا دحا؟ طمني. هي سيدي عصابة أبو جحفل عم بتهاجم مزرعة فوزي بيك، عم تسرق وتحرق وتنهب. العمى شو رجعهم لعنا هدول؟ سيدي عم بيقولوا هربوا من الحبس. سيدي روح نساعده؟ لا لا ولا شو نساعده؟ نحن ما دخلنا، حوالينا ولا علينا، ينمحوا ينفزروا إن شاء الله. شو الحكي؟ لك مو خبرية بنو؟ الله وكيلك ما خلوا شي لفوزي بيك، نهبوا الحنطة والعدس والشعير والغنم والبقر والخيل، لك إيه حتى الجاج ما سلم من عصابة أبو جحفل، البيض شرقوه، الزرع حرقوه، الشجر قطعوه والقصر نهبوه، إيه ما خلوا له شي على وش الأرض يستفيد منه. لحم على هالقصة معناتها نحن لحقنا البل. الله يسرنا ويجيرنا يا عباس، حاكم حالتنا مو متحمل منوب. ولوين هربوا جماعة أبو جحفل؟ يمكن هربوا على الجبل. قلتك رح يرجعوا؟ مو بعيدة يا عباس، لأنهم سمعوه عم يقول ما رح خلي بيك بهالديرة يرفع راسه، رح رجعهم فقرة وعلى حديدة. العمى على القصة، الله يجيرنا. اليوم يومكن يا رجال، يومكن يا أبطال، بدنا ننسي عصابة أبو جحفل، هالطراطير، هالأوغاد، هالمرتزقة، بدنا ننسيهم الحليب يلي رضعوه من أمهاتهم، وبالتالي بدي منكم تحملوا المسؤولية كاملة بالدفاع عن هالمزرعة يلي هي بالنهاية مزرعتكم الحبيبة، مزرعتكم العزيزة. وبعد شوي رح تتوزع عليكم العدة والعتاد. حدا عنده سؤال؟ سيدي ايمتى رح توزعونا سلاح؟ لا تستعجل يا برهوم، السلاح رح يتوزع عليكم بالوقت المناسب.
يا بيك امتى بتكون تعطونا رواتبنا القديمه؟ ولك يخرب بيتك على سؤال، هلا وقته؟ هذا انت اكيد من جماعه ابو جحفل ودسينك بيناتنا يا طابور خامس. دحام خده من وشي ودبره. يلا عباس اديب امرك بيك. هلا بتروحوا بتطلعوا لي كلاب الحراسه الدبرمان وشانلو وبتطعموهم منيح وبتوزعوهم على دائر المزرعه، وانا بنفسي رح اوزع سلاح على الناس. حاضر يا بيك. بسرعه ها، لانه ابو جحفل غدار وما بنعرف امتى رح يهاجمنا. بسرعه. يلا يا شباب، يلا شباب على السريع. يلا يلا شباب. الو نعم. الو شوكة بيك، انا الشاويش جودة رئيس المغفر. اهلين حضرة الشاويش. سمعنا انه عصابة ابو جحفل بدها تهاجمكم مثل ما هاجمت مزرعة فوزي بيك، مزبوط الحكي؟ ايه والله مزبوط يا شاويش. اصبح وينك شوكة بيك؟ اذا بتحبوا نساعدكم ابعتوا لنا شي 10 روس خيل، يعني مشان الدرك اللي عنا، حاكم الخيل اللي عنا ختيرت، ويعني لبين ما تصل لعندكم بيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. لا لا ما في داعي، متشكر. يعني بتقدروا تدافعوا عن حالكم لحالكم؟ ايه عظيم عظيم حاكم، انا قلبي عندك شوكة بيك، الله وكيلك قلبي عندك. لا لا ولا يهمك يا شاويش، انا عندي رجال بيحبوني كثير وبياكلوا راس الحية وبيفدوني بروحهم كمان. اي ماشي الحال، الله معك، مع السلامة. عصابة ابو جحفل هجمت يا بيك. العم على الوقاحة، بعز النهار بدنا سلاح بسرعة يا بيه. السلاح بالأبو. وين مفتاح؟ بسرعة يا بيه. ايه طيب طيب، شو عم بعمل الآن؟ ليه؟ يلا بسرعة. حاضر. حاضر يا بيه. وين رجالك يا بي؟ ما في حدا بهالمزرعة يدافع عنا؟ يمكن هربوا قليلين الأصل، هربوا طبعاً لأنه بعمره السجين ما دافع عن سجنه.
ما راح اوصل. وين الرصاصه فيه؟ هات من ايدك العواض. بسلامتك يا شوكت. الله يسلمك يا فوزي. شايف نهبيل لك كل شيء انت التاني. شوفت عينك قشوا المزرعة قشوا ما خلوا شيء. طيب وين جماعتك؟ وين رجالك؟ ليش ما ردوا ابو جحفل وعصابته؟ هربوا. هربوا قليلين الاصل. بس اخ يا فوزي، اخ على ما اعرف ليش هربوا؟ صباح الخير حياتي. أهلين أدم، كيفك؟ روحي عني، يا زعلانة منك كتير. زعلانة؟ وليش لا سمح الله؟ إيه مو بس زعلانة، وآخدي على خاطري كمان. أوف، وليش بقى؟ لك شو ليش بقى؟ صرت جاي لعندك أربع مرات وأنت بتطنشتيني ولا على بالك؟ هلا هذا هو سبب زعلك، فكرت الشغلة أهم من هيك بكتير. هيك لكان، يعني مو من حقي أزعل. من حقك، بس نحن ما تعودنا نعامل بعضنا زيارة بزيارة. يعني المحبين ما بيحاسبوا بعضهم بهالطريقة. بقى لا تزعلي ولا على بالي، خلص إلك علي. كل يوم الصبح اجي اشرب عندك فنجان قهوة، منيح هيك؟ بقى شيلي لي العتب على جنب وطمنيني، ليلي كيفك؟ كيف أحوالك؟ لك شلون عم تقضي أوقاتك؟ شلون عم أقضي أوقاتي يعني؟ دافني حالي بهالبيت، لا روحة ولا جية، لا طلعة ولا فوتة. دوبني، لحق، طبخ ونفخ وضب وترتيب وخدمة. يا ستي كلنا بالهوى سوا. وانت شو عم تعملي؟ شو عم تطالعي الاواعي الشتوي؟ لا والله يا بنت الحلال، لا شتوي ولا صيفي. يو، لكن ليش منكوتة هالنكتة؟ ها ها، هذا يا ستي القصة وما فيها هي كالتالي. هلا قديه صار لك ما شفتيني؟ يعني حوالي الشهر. حلو، حلو كتير. انا من حوالي شهر وانا على اخذ ورد مع جوزي حسان حتى وافق لي اني اشتغل ببيع التياب ببيتي. أنا تياب؟ جايتك بالحكي. هذا يا ستي أنا من كم سنة حاطة عيني على شغلة التجارة، وأنتي مثل ما بتعرفي يا ندى أنا عندي تخطيط وتفكير وشطارة وتدبير. بقى شو قلت له لحسان؟ قلت له بدي منك توافق لي مشان أروح على تركيا، بدي روح جيب أغراض وتياب وحشية وكم شنطاية سفر وأرجع، ومن جهة المصاري المصاري موجودة. ها ها، هلأ فهمت عليكي، تاجرة شنطة يعني. برافو عليكي. بس بصراحة حسان بالبداية عارض، بس على قد ما زنيت على إذنه زن وافق بالنهاية. هالتياب كلها من تركيا؟ طبعا. وقديش غبتي هنيك؟ 8 أيام. وانتي بتعرفي بضاعة تركيا قديش حلوة. الله وكيلك هالأسواق مطلوسة طلص بالموديلات والتصاميم الحديثة والموضات والشاموا والجد والقصير والطويل، يعني الشغلة فلجان فلجان. لا وكله حلو وكله رخيص. رح ساوي لك قهوة. بس عم يقولوا تركيا يعني غليانة كتير مو مثل أول. ليش أنا عم فوت على محلات السينية؟ ليك والتانية. لك منين اشتريتي هالبضاعة؟ في أسواق رخيصة، أسواق انوجدت مخصوص ليلي مثلنا. من البالة يعني؟ لا أيوه، شلون من البالة؟ أسواق محترمة بس تجارية،
يعني بدك تقولي مثل عنا سوق الحريقة أو سوق الحميدية، يعني القطعة اللي بتنباع بسوق الحميدية هي نفسها بتاخديها أرخص مرتين ثلاثة عن شارع الحمراء. طيب كنتي روحي على أسواق الجملة؟ ومين قالك ما رح؟ إيه الله وكيلك، صرت أبرم بأسواق تركية مثل المجانين، ما بعرف شو صلي، صرت مثل الفجعانة مثل الغولة، على ما اشتري جزم وشناتي وتيورات وبلوزات ومناطي، اشتري وادحش بهالشناتي، اشتري وادحش بهالشناتي. تقولي صرت مجنونة الشراء؟ صدقيني لو كان معي مليونين ليرة كنت حطيتهم ورجعت بلاهم. ورحتي لحالك ولا معك حدا؟ راحت معي أم وليد صرصوعة. معلومة أم وليد صار عندها خبرة بهالشغلة، لأنه هي سابع مرة بتروح فيها على تركيا. ودخليك الجمارك ما فتشوكي؟ ما عملوا لك مشكلة؟ لا، كانوا يسألوني شو في بهالشناتي؟ قلن يعني شو بده يكون فيهن، يعني اتياب إلي وشوية هدايا. بس أنا من قويتي كنت جعلك هالتياب لما أدحشهم بالشناتي، وبعدين قيم النمر والسعر والمقاس اللي عليهم، وكنت بس أرجع على بيتي افردهم واكويهم ورجع لهم بطاقاتهم ورجعهم مثل ما كانوا تمام. شو تاريكي مالك قليل بنوب يا حياة؟ إيه لكان مو أحسن ما ضل قاعدة وحاطة الحزن بالجرن. بيني وبيني قلت لحالي تسلاية وسفر وشمت هوا وفائدة مالية. مرحبا مدام حياة. أهلا وسهلا. مري بالظاهر ما عرفتيني، ما هيك؟ لا والله ما عرفتك، يعني بلا صغرة مين بتكوني؟ أنا مدام هالة حبيبة. عرفتيني؟ يعني عدم المؤاخذة ما عرفتك. طيب أنا جارتها لبنت خالتك سكينة، بعتتني لعندك لأشتري تياب. يا ميت أهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي مدام هالة. بالعلامة اجتمعنا بخطبة سعاد بنت أبو عبدو والفت. ايه والسبعة سن عام. يا ميت أهلا وسهلا فيك. أهلين هالة، على فكرة هالة مرت أخي. شو هالصدفة الحلوة هاي؟ أهلين هالة. أهلين. إيه مدام حياة، دخيل عينك أنا مستعجلة شوي، بكرة عندي عرس بنت وحدة صاحبتي بتعز علي كتير، بدي تختاري لي فستان حلو على كيفك. لك بتأمري أمر، وكرمال عيون ندى الغالي بيرخص لك. دخلي، في شي بذهنك معين ولا لبسك على ذوقي؟ والله خليني أتفرج، حاكم الفرجة بتذكر الواحد بالموديلات. طيب شوفي هاي تيورات رسمية، شوفي لي هالتيور، شوفي لي ما أحلى. شو رأيك ندفي؟ ما بوشي حلو. حلو بس هالتيور هاد قطعة نادرة ما في منها بكل تركيا. معلومة المعمل بيساوي 4-5 قطع وصلى الله بارك، مو مثل عنا. عنا بتفكري حالك انت شاري قطعة وشغلة نادرة ما في منها، واستاني يوم بتلاقي نص التات البلد لابسين مثلها. فعلا مرة اشتريت فستان من محلات الفصول الستة ورحت فيه على مباركة بيت السعدي، فتلك على هالمباركة وانا عم بتباها وماشية مثل الطاووس. ليش؟ لانه البياع قال لي ما في غير قطعتين بالبلد منه. مو تاريلك سبع نسوان بهالمباركة لابسين مثله. لا وشو حكمة قعدتنا نحن السبعة جنب بعض؟ الله وكيلك صرنا فرجة لمين نتفرج، كأنه نحن السبعة توائم. سامعة سامعة بإذنك ست هالة، بس أنا بطمنك أنا ما عندي هالشي أبدا أبدا. أصلا القطعة التانية اللي مثله اشترته واحدة ست من اليونان وقدام عيني، يعني بطمنك بغير هالبلد. بسيطة مو مشكلة. بس يا ترى بيطلع قياسي؟ خلص قومي قيسي القهوة على النار. اهلا وسهلا بندى. اهلين. تسلم. يا سلام
السلام. شلون شايفتيني هالفستان؟ يا سلام، اشوها شو هاد؟ تقولي مفصل إلك تفصيل. شوفيلي شوفيلي هالكتاب ما أحلامه. يعني لا بقلي؟ لا بقلك وبس. ايه رح ياكل من جسمك شقفة. شوفي شوفي محلى، تعالي ترجعي على المراية تعالي. شايفتي لي هالقصة ما أحلاها؟ شو فيها؟ بس مو ضيق شوي؟ بالعكس، نازل فيكي مثل القالب. هلا أنت قديش قياسك؟ أنا قياسي 48 طلياني، 32 فرنسي، 16 إنجليزي. هذا قديش قياسه؟ هاد 8 تركي، يعني نفس الشيء. إيه ما شاء الله ما شاء الله، نازل فيكي حفر وتنزيل. مو هيك ندى؟ هو القالب غالب. هلا لا جاملوني، قولوا لي مضبوطها. قال لبس المكنسة بتطلع ست النساء. محشومة يا ست هالة محشومة، بالعكس انت جسمك لبيس. بس كأنه بطني مكوز. لا يو، لا مكوز ولا مبوز، بعدين مخبي لك كل الديفويات اللي بجسمك. هذا اذا كان في بجسمك ديفويات. لا انا ما عندي ديفويات منو، جوزي دائما بيقول لي اللي بيعجبني فيك جسمك. الحق معه، جسمك ملفوف هالة. مو هيك؟ كلهم بيقولوا لي دائما جسمك ملفوف. بس كأني شايفة لك ما مقصار. ما شو قصار؟ هي آخر موضة يا ست هالة. بعدين سلامة عرفك، السنة دارجة موضة القصير بكل شي. لك حتى الكنزات الشتوية عم ياخدوها بنصكم، بعدين التنانير عم يعملوها لفوق الركبة والبطن باين. صحيح، بس كأني شايفته ناطط كتير لفوق الركبة. يعني بيني وبينك، إذا لفيت رجل على رجل قدام العالم مو حلوة بحقي. قولي مو حلوة بحق الناس يلي رح يشوفوكي. أزبط. نعم؟ عفواً لا غنى عنك، عم بمزح حالة. الفستان مفصل إلك تفصيل. شوفي، إذا حاس إنه عم يضايقك من ناحية البطن، أنا على استعداد افتقلك كم قطبة لحتى ترتاحي. طالما موضة ماشي الحال، مالي متضايقة. بس يا ترى في غير هالتطريزة؟ عم قلك ما في عندي غير هالقطعة. بعدين السنة يعني وبيني وبينك دارجة هالزركشات هي والتطريزات الفلاحية. حتى الأميرة ديانا الله يرحمها كانت لابسة نفس الموديل. ما بعرف كأني شايفته. وإذا بتحطي له شي عقد مناسب بتصيري فرجة لمين يتفرج، سندريلا حقيقية. بعدين إذا بتعملي شعرك هيك قشط وموديل ليون بتطور رقبتك وبتسبي سبي. بصراحة أنا متوسوسة منه. لا لا ليش؟ لأنه عاصرني عاصر. يعني هو معك حق، بس هالتيور هاد هو موضة العصر، بقى بدك تتحملي. وقديش حقه هذا؟ يعني معلومك هذا فستان مناسبات، وأنا ما رح أخذ مني غير حق التكلفة، وباعتبارك مرت أخوه لندى. قديش يعني؟ 18,000 بس. شو هالحكي؟ 18,000؟ ايه. تركي؟ لا يو، سوري. ايه بس غالي كتير. هو فعلا غالي، بس أنا من طبعي دائما أني اشتري الشغلات الغالية حتى بيض وشي قدام زبايني. ومن هون لهون؟ لا تتعبي حالك مدام، قلتلك رح أعطيك إياه بسعر التكلفة. وكرمال ندى؟ حيرتيني، يعني ما بعرف شو بدي قلك. لا تحتاري ولا على بالك، بوعدك إذا بتراعيني لجيب إخواتي يشتروا من عندك. خلاص هاتي 17,000. ما بيمشي الحال 12,000. أعوذ بالله، يعني بدك يعني يبيع بخسارة أنتي ما بتريديها؟ طيب ماشي الحال، رح أخده ولبق عليه إسوارة وشنتاي. لفيلي إذا بتريدي. ايه مو بدك تشلحي بالأول؟ صحيح، العمى ما أغباني. عسلامتك يا سكالة. ولو لسه ما شفتي قهوتك، اشربيها. هلا هذا لابق عليها؟ هلا انت شبتك بهالشغلة، المهم انه اشتريته ومشي الحال. يا عليم الله، طلع في مثل المجنونة اللي هربانة من العصفورية. خلاص بقى، انت شو بدك بهالحكي؟ المهم المخلوقة عجبها ومشي الحال. عجبها من لسانك الحلس الملس. خربيت قلبك، منين متعلمي هالتعبير؟ اللي بيعيش بيتعلم، قليل شو بيساووا فينا البياعين. فعلا، الله وكيلك المحل اللي بيشتري منه كل 10-15 يوم بيفتح لي التليفون، وعلى مدام وصلتنا بضاعة جديدة، مدام قايم لك قطعة ما في اختها بالبلد، مدام وصلتنا كوبونات من باريس. لك حتى جوزي بلش يتضايق منه من لزقته البطارية. البيع يا ندى موهبة، يعني لازم يكون لسانك بتمك عم يبرم برم مثل اللولب. بعدين الزبونة إذا شافتك ساكتة بتفكرك بدك تخوزقيها. بعدين روح قلب الزباين الوش البشوش والكلام الحلو.
فعلا قال لا إيلي ولا تطعميني. اي الله وكيلك، وقت بدي اشتري غراض اي بضل البياع حايص حوالي وعلى صف كلام، شي بطعمه وشي بلا طعمه. طيب قديش كلفه الطقم بيني وبينك؟ هلا شو بدك انت بهالقصه؟ بالله قديش؟ ما بتقولي لحدا؟ لا ما بقول. طيب احلفي. خلاص قسما ما بقول. وعك ها، لانه مو حلوه بحقي، بس رح اقول لك انا لانك رفيقتي. ولا يهمك، قديش كلفته؟ وقف علي ب5000 ليرة. شو هالحكي؟ شو مفكرة لكان؟ قلت لحالي بتطالعي مصروف رحلة تركيا، إيه بس على هاللون رح تربحي كتير. عندك مانع؟ أبدا، صحتين وهنا. بس إذا أنا بدي أشتري من عندك شلون رح تعامليني؟ ولا يهمك، محضرت لك هدية وما بدي حقها. مبروك ست هالة. الله يبارك فيك يا رب. شو؟ أماني عجبك ولا لا؟ حلو كتير، مثل الآلف طالع عليك، كتير ظريف. إن شاء الله بتتهني فيه يا رب. الله يهنيكي، تفضلي. ألف مبروك. الله يبارك فيكي. يلا خاطركم، خاطرك مدام. أهلين هلا. سلمي روحي. الله يا أهلين، أهلا وسهلا، شرفتينا. غسان. أهلين ندى، شوين كنتي؟ مرقت شوي لعند حياة. صار لي زمان ما شفتها. شلونها؟ ليش ما عم تجي لعنا؟ ما لا فاضية. خير، ليش شو في وراها؟ شو في وراها؟ وراها تجارة الله مولاها. تجارة؟ تجارة شو؟ عم تشتغل بالبيع والشراء. ما فهمت عليكي، شلون يعني؟ هلا قبل كل شي بدي اسألك غسان، انت بتحبني ولا ما بتحبني؟ هلا معقول انت بعد 7 سنين زواج بتسأليني هذا السؤال؟ هي ما بتتصوري انه سؤالك جاي متاخر شوي؟ هلا انت جاوبني على قد السؤال اذا بتريد. ندى لا توجعي لي راسي، مقدماتك وبعرفها. لوين بدك تصلي؟ شو بدك؟ بدي سافر لتركيا. امتى؟ هلا. امتى هلا يعني؟ اسبوع بالكثير يعني. تكرم عيونك، بس يا ريت تاجليها لبعد 3 شهور عالصيف يعني، بلكي بقدر طالع اجازه وسافر معك. ليش مين قال لك انه انا بدي اروح معك؟ نعم. لكان مع مين بدك تروحي؟ بدي روح أنا وحياة. لحالكم؟ ايه لحالنا، شو رح يصير لنا يعني؟ حلو، وشو سبب هالسفرة المفاجأة بقى؟ بدي اشتري تياب. بس معلوماتي انه عندك تياب بتلبس حارة كاملة. مو إلي، بدي اتسلى وطالع لي قرشين بضاعة. يعني تاجرة شنطة؟ ايه نعم، هاي حياة اشتريت بضاعة ب250,000، طالعت مربحه 250,000، هاي ما عدا كلفة السفرة. شو هالحكي؟ هاي التليفون، قوم اسألها. ومنين بدي أمن لك 250,000؟ اسمع، أنا معي 100، بتعطيني منك 150,000. ندى حبيبتي، فكري منيح. حياة خرجة هالشغلة، أما أنت مخك مو تجاري، أنت إنسانة. هلا لا تقول درويشة، بزعل منك ها. لك مو قصة درويشة، بس أنت خلص خلص، إذا كنت خايف على مصاريك معك حق، يحرم علي إذا بقيت أفتح لك السيرة. لك مو قصة خايف على المصاري، بس شغلة البيع والشراء بدها مواهب، مو كل إنسان بيطلع بيده يشتغلها. يعني أنا هلأ ما عادت أعرف أحكي؟ مو شغلة حكي وبس، في خبرة بالمسألة ما شاء الله على هالخبرة اللي عند حياة، إيه طول عمرها بتحسدني على هالطلاقة اللي عندي وعلى هالسان اللي بيطالع الحية من وكرة. طيب ماشي الحال. شو ماشي الحال يعني؟ يعني تركيني فكر. ما بدها تفكير غسان، الشغلة مدروسة تمام. طيب طيب، على عيني وراسي. يعني موافق؟ أي نعم، في هيك شيء. الله يخلي لي إياك يا غسان، لا يحرمني منك يا رب. شلون شايفتي لي هالبلوزة؟ حلوة كتير ها؟ ايه بس كمامة طوال كتير. هنن أصلاً عاملينهم طوال، آخر موضة السنة رفع الكمام أو كفهم لفوق. ايه بس مبهطة علي كتير، بعدين أنا مقاسي سمول وهي يمكن. بالعكس حبيبتي بالعكس، هاي البلوزة بالذات قياسها ستاندر، يعني ما لها مقاس معين، مشان تلبس كل الأعمار وكل الأحجام. ايه بس كأني شايفتها مغسولة ومطمطة. لا تغلطي حبيبتي، هي قياسها فلو، مشان تسمكي تحتها وتلبسي شو ما بدك. طب كأنه لونه بارش. بالعكس حبيبتي، إيه والله طالعه بقلب هالبلوزه مثل الورده الفواحه، خاصه انت بيضة والبلوزه هيك داكنه شوي. تعي تعي كملي قهوتك يلا. طيب عندك غير اصغر منها؟ حبيبتي انا ما بجيب الا قطعه واحده من كل نوع، وهذا الشيء معروف عني. طيب خليني اخذها ورجيها لماما. ما في مانع، بس شوفي اذا اجت امك لهون وشربت لها فنجان قهوه بجوز تاخذ لها شيء قطعه لحالها. حاكم عندي شاموا خرج امك تمام. قومي حبيبتي
أمي حاكيها بركي بتجي لهون بعدين، يعني بتعطي كلها رح تخلص وما بصير أمك تطلع من المولد بلا حمص. أمي حاكيها يلا بركي بتجي. ألو ماما؟ شو هاد؟ ما شاء الله شايفك مكتر العدد ومتقل الحملة. ايه معلوم، لأنه كله بتركيا حلو وكله رخيص. يمكن إجاني الزباين. قوم قوم حاكم، الخبر انتشر كلهم صاروا يعرفوا. قوم تسطح بأوضتك. مرحبا ندى. يك أهلين عزيزة، وشك ولا ضو القمر. لك ايه شو بدي ساوي، شغل البيت ما بيرحم. شو؟ قالوا لي انه جايبه بضاعه حلوه كتير. إيه لكن شوفت عينك، عندي بضاعه فشل اكبر محل بالشام يكون عنده مثله. حلو كتير، ورجيني لشوف. حاكم ناطف قلبي على مانطو مثل الخلق وماني عم لاقي. ايه عندي كم مانطو بيستاهلوا جسمك الحلو. تعي تعي لورجيكي. تعي شوفي هالمانطو ما احلى. بيسيلي اياه بالاول وبعدين بنحكي. طيب هاتي لنشوف. شو هاد؟ يا عيني حلو. لك كبير شوي. لا مو مقاسي منوب ندى، يعني ما في اصغر بنمره؟ لا ما عندي، بس حلو كتير. صحيح كبير شوي بس حلو. بعدين وينك الست بالشتاء بتسمك باللبس، واذا كان مكسم تكسيم اي كنزه رح تلبسها تحته بتطلع فيه مثل الفرشه المخرجه. ايه ستي ماشي الحال، يمكن يجي مقاس امي، لانه بصراحه امي ناقصها مانتو مقتر، وانا حابه هديه هديه يعني قطعه حلوه بمناسبه عيد الام. قديش حقه هذا؟ يا ستي رح ابيعك اياه مثل ما اشتريته. يا ستي أنا دافع حقه 11,000، وصدقيني من غيرك بدي أقبض حقه 16,000. بس أنتي بنت خالتي يلا، وما في شي بينعز عليكي. لا يو، شو 11,000 أنت التانية؟ شو شايفتيني حوبة ما بفهم؟ يو عم أقلك هي سعر التكلفة قدامك، خدي شوفي. إيه هلأ إيميلي هالدفتر من إيديك وحاكيني، بعتي ب5,000؟ شو عم تحكي أنتي؟ شو 5,000؟ ولو يا ندى، إذا أنا بنت خالتك بدك تفرميني بالسعر، شلون بقلع؟ عم قلك شاريته ب 11,000 ودافع حقه بالدولار. هلأ أنا لا بفهم دولار ولا مولار، أنا بنت خالتك واستحليت هالمانطو. هيك بدك تفكري. ليش كم عزيزة عندي؟ إيه مزبوط، بس وخالتك لك ندى رح تدعي لك كتير، وانتي بتعرفي لما خالتك بتدعي شو بيصير. يا ستي على عيني انتي وخالتي. إيه بس مو معقول. هلأ افرضي هالفستان أو بالأحرى يعني هالمانتو بدك تاخدي إلي. صحيح بس أنا هلأ لا تطولي وتقصري، قوليني مبروك. شو مبروك؟ عم أقلك تعيشي وتجيبي إن شاء الله، والله يربحك بكل قطعة أضعاف مضاعفة بإذن واحد أحد. يلا هلأ ندى أنا مستعجلة. شوفي ندى تتغدي عنا بكرة مو ما تجي؟ طابخين شلباط وبالرز ليكي، ومشان المبلغ بس يصير معي بعطيك. يلا باي باي. شو بقديش قطعتي رقبتها؟ ما قطعت شي، اخذته مني هديه. يمكن اجاني الزباين. يلا فوت فوت على اوضتك بسرعه. قوم كمليت لحالي. لك فوت خليني اتسبب خلصني. لك اهلين ربيعه. مرحبا ندى. اهلين كيفك؟ شلونك؟ من الله منيحه. إيه الحمد لله. شلون عمتي؟ الحمد لله، مشتاقت لك وعتباني عليك كثير. والله مشغوله كثير. حاكم بتعرفي التجارة بدها تفرغ كامل. صحيح، قال انت جايبة شغلات لجنان وحدة بوحدة. ايه والله جايبة شغلات حلوة كتير ومودرن وخرجك تمام. حاكم انت مصروعة وبتحبي الصرعات. صحيح انا بحب الصرعات كتير. هاتي ورجيني لشوف. شوفي هالكنزة، شايفة ما احلاها؟ هي بتكسم الصدر وبتضيق الخصر وبتخفي الورق وبتدفي العظام. شو رأيك فيها؟ ما بدي كنزات. عندك بنطلونات؟ إيه لكان أنا اللي عندي. يا ستي عندي بنطلونات جوخ، وعندي بنطلونات جلد، وعندي بنطلونات ديسكو وفيزون. شو طلبك أنتي؟ أنا بدي فيزون أسود. ما عندي أسود، بس في عندي جلد نمر. ما بدي جلد نمر، بيسمن الرجلين وبيعمل بروز للورك. طيب تاخدي جلد حية؟ تركينا هلأ من البنطلونات. عندك تنانير؟ لكان أنا اللي عندي.
تعي شوفي لي هالتنوره ما احلاها. وينك؟ صحيح بليسي بس رجعانه موضه التنانير المكسره هاي. لا بس هي طويله كثير. شبنا ربيعه هلا هي طويله. ايه بدي تنوره اقصر لحتى اتفتل فيها بالبيت. حاكم جوزي بيحب التزليط والاشلطه كثير خصوصا المساء. ايه شبنا ربيعه هي يمكن تجي قصيره على بنت 12 سنه بقى شلون وانتي قد اللي. ماشي الحال. قديش حقها هي؟ ما بدك تقيسيها؟ ما بدها قياس. قياسي وبعرفه. قديش حقها هي؟ 4000. شو عم تقولي؟ اربع شو؟ حبيبتي هي ماركة توبونيز يعني فرنسية وسينية. هلا شلون فرنسية وجايبتيها من تركيا؟ صحيح بس بلد المنشأ فرنسا. هلا لا تكتري حكي، أنا بنت عمتك وما لازم تربحي مني، روحي اربحي من غيري. صدقيني ما في مربح يا ربيعة، عم ابيعك بسعر الكلفة، تفضلي، هاي الدفتر قدامك. حاجتك بقى زعبرة، بزعل منك ها؟ قال دفتر قال. ولك يا ربيعة هذا عوض ما تهديني إياها هدية، يعني محرزة تاخدي حقها مني؟ صحيح بس خدي مني سعر رمزي، يعني معقولة تلدعي مني 4000 ليرة حق شقفة شرطوطة؟ صدقيني ما بقدر لأنه خلص حبيبتي، عجبتني التنورة ما بدي أعطيكي حقها، شو رأيك بقى؟ طيب مثل ما بدك. شبكي هبط قلبك عم امزح معك. رح اعطيكي 2000 ليرة يا ستي. هاي التنورة ما بتسوى اكتر من هيك. قولي لي مبروك. ما بعرف شو بدي قلك. على كل حال انا مستعجلة بدي انزل على السوق لبق لها بلوزة. صحي عندك بلايز؟ لا نعم ايه بس شلون لا وايه؟ مو قلتي لي عندك بلايز؟ ايه صحيح بس كتير كتير كبار عليكي. ماشي الحال يلا خاطرك. اهلين. صحي ندى بالنسبة للألفين ليرة ببقى حاسبك فيهم بعدين. يلا باي. مع السلامة. سلمي على عمتي. الله يسلمك. وشو ربحتي من هالزبونة كمان؟ ما ربحت شي، القريضة تقرضها إن شاء الله، بعت بخسارة. لك حبيبتي قلت لك هالشغلة مو شغلتي. خلاص لا تزيد على قلبي أنت التاني. قولي إن شاء الله. روح أنت افتح روح. هي يسرا تفضلي. يا ترى صفتي ندى هون؟ ايه هون هون جوا فوتي. ولي سلفتي. يو شو هالحكي؟ مثل ما عم قلك يا حياة. لا والله انا ما عم بستحي من حدا، عم بكسب وعم بربح وعم طلع سفرتي ببلاش، ويوم الجمعة الجاية طالع على تركيا اجيب بضاعة جديدة. نيالك الله وكيلك. بين سلفتي وبنت عمتي وبنت خالتي وبنت خالي صفيت على الحديدة. معلش ندى الواحد بيتعلم. طيب شو رأيك تطلعي معي على تركيا يوم الجمعة؟ لك شو تطلعي على تركيا؟ ليش وفت معك بالأول حتى تسافري مرة تانية؟ لك أنت ليش بيطلع خلقك قوام؟ يعني الواحد بيتعلم. شلون بدك تتعلمي؟ فهميني بقى فهميني. لك أنت ما عندك موهبة الكلام واللوفكة. حبيبتي أنت مرة طيوبة بينضحك عليك بكلمتين، مو مثل حياة هديك مقطعة موصلة بتفوت مع أم العريس بتطلع مع أم العروس ولسانها بسبع شطرات. خلص بس هالمرة الله يخليك خليني أجرب. لك اشتهيت تيجيكي زبونة غريبة كلهم من القرايبين وما لما الفراش. خلص وينك بوعدك إني ما استحي من حدا ونشف وشي بالكلام. العم على القصة حطينا ما فوقنا وتحتنا مشان ترضي هوايتك وتقلدي رفيقتك. وما بقي من هالبضاعة إلا الفساتين اللي قياسها إكسترا إكسترا لارج، الدبة ما بتلبسهم. يعني بالمختصر عملتي مثل تجارة المجدوب على أهل بيته. خلص أنت التاني بلا حكي كبير عند هالمساء. الفساتين الكبيرة هاي بدي عود خسارتي فيهم. بكرة بتشوف. مرحبا بنت حباي. أهلين. البقيان عندك فساتين إكسترا إكسترا لارج من قياسي أنا، فلما سمعت هالسمعة ركضت إن شاء الله حتى خلصك منهم. حكم تعرفي هدول ما منهم فايدة وما لهم راغي. شو؟ إمتى رح يجوا ضيوفك؟ يعني شي ساعة تقريبا. مين جاي اليوم؟ مثل العادة رياض وطالب ويحيى. وأكيد رح تسهروا للساعة 2-3 ما هي؟ والله يا ناريمان حسب الجو. طيب أنتوا ليش ما بتعملوا هاي السهرات عائلية؟ يعني ليش سهرات رجالية فقط؟ معك حق وأنا ما عندي مانع،
بس مثل ما بتعرفي رياض ويحيى لساتهم عزابية، يعني ما عندهم نسوة. لكن ما اختلفنا، بس إذا طالب جاب معه مرته ويحيى جاب معه أخته رحاب، هيك بتصير السهرة عائلية. يا ستي ماشي الحال، راح أقترح عليهم هالاقتراح بالسهرة الجاية. منيحة. هلأ قومي على المطبخ وشوفي لي شو أخبار البوفيه. حاضر، بأمرك أسعد بيك. شو قلتي رحاب؟ رح تغيري رأيك وتجي معي على السهرة ولا شلون؟ لا معلش يا أخي، روح أنت لحالك، أنا مو كتير بهضمها لناريمان مرت أسعد. ليش؟ أبعرف، بحس كأنه في عنده نظرة فوقية وكتير كتير قابضة حالها. ليش جوزها عنظام؟ كمان التاني كل ما زادت ثروته كل ما له راسه عم يكبر وعم يرفع مناخيره للسماء ومفكر انه بيقدر يشتري الكون كله بمصاري. طالما هيك انت ليش رايح تسهر عندهم؟ انا مو رايح من شانه، انا رايح مشان طالب ورياض لانهم كتير ضغطوا علي مشان روح. بدك تتأخر تقبرني؟ يعني اذا ما علقنا بشي برتية تشدي رح ارجع بكير، يعني على الوحدة وحدة ونص. شو هالحكي؟ وحدة ونص بكير؟ منيح اللي مانك متجوز، لأنه مرتك أكيد أكيد ما رح تتحمل هالوضع. ها ها يسلم تمك، ومشان هيك أنا ما تجوزت، لأني ما بحب حدا يقيد لي حركتي. يلا أختي بدك شي؟ لا سلامتك تقبر قلبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا من كل عالك عم تحكي؟ تفضلوا تفضلوا. طبعا هي قناعتي. يا حبيبي القناعة لازم تكون مبنية على الموضوعية والمنطق. يا أستاذ أسعد، يحيى محامي قديم ومعظم قضايا اللي عم يستلمها جنائية، بجوز اكتملت قناعاته من احتكاكه بالمجرمين والمتهمين. كلام رياض مزبوط 100%، ولا شو رأيك يا يحيى؟ طبعا هذا شيء أكيد، لأنه مهنتي كمحامي بتخليني استشعر واستشف آراء الموكلين سواء كانوا أبرياء ولا مسلمين. يعني بفهم من كلامك إنه حكم الإعدام جائر ومشاع؟ طبعاً، شو عم نحكي لكان؟ يعني مو من السهل أبداً إنك تلغي حياة إنسان بقرار أو توقيع الورق، ولهالسبب في كتير من دول العالم عم تلغي عقوبة الإعدام وتستبدلها بالسجن المؤبد. صحيح كلامك، في كتير من الدول ألغت عقوبة الإعدام ودول تانية عم تسعى للإلغاء. إيه بجوز، بس هذا مو تصرف إنساني أبداً. أوف، وشلون مو إنساني بقى؟ هات لشوف. طبعاً مو إنساني، لأنه السجن المؤبد أصعب بكتير من حكم الإعدام. الإعدام موت سهل وسريع، يعني بثواني بينتهي الإنسان من كل عذاباته بالحياة، بينما السجن المؤبد بيخلي الإنسان يموت 100 موتة باليوم. يا أستاذ أسعد، أنا مو من رأيك، لأنه مهما كان الظروف الحياة قاسية ومهما كان السجن مظلم وموحش بتضل الحياة حلوة. شو هالحكيات؟ بيضل شعور الإنسان بأنه لا يزال على قيد الحياة وبأنه في شمس عم تشرق وتغرب ولو ما شافها، بيضل شعور ساحر وحلو. صحيح عم ينحرم بالسجن المؤبد من أشياء كثيرة، بس كله بيهون قدام الإبقاء على حياته. حياته يا أستاذ حياة مو مسخرة، يعني قد ما كان بيضل عند الإنسان عقل عم يفكر وخيال عم يسرح وشعور عم يتأجج وانفعالات وآمال واسترجاع ذكريات واستعراض طموحات محاسبة ذات. انت قول بجوز الانسان يتأمل بشي عفو مثلا، او مثلا تتغير الظروف، يخففوا له الحكم، يعيدوا له محاكمته. لك شو العلاج المصدي هاد؟ انا عم ناقش الفكرة بالمطلق، ليش عم تسطحوا النقاش وتتوقفوا عند التفاصيل؟ ما عم نسطح نقاش، بس مع احترامي لرأيك يعني بتضل الروح عزيزة والحياة غالية يا اخي. لا يا سيدي كلامك مو صحيح، والدليل على صدق كلامي انه معظم سجون العالم بياخذوا احتياطات شديده مع الناس المحكومين بالسجن المؤبد حتى ما ينتحروا. وانا واثق تماما انه اي واحد محكوم بالسجن المؤبد ما بيتوانى اطلاقا انه يوضع حد لحياته بالانتحار عند اول فرصه بتصح له. لك يا استاذ اسعد، يا استاذ اسعد افهمني مشان الله، انا دارس علم نفس جنائي وعلم النفس الجنائي. هلأ من شان الله اتركني من علمك النفس الجنائي واترك لي حكي الكتب على الرف وجاوبني على سؤالي. اتفضل. هلأ أنت لا سمح الله ارتكبت جريمة كبيرة وخيروك أنه يحكموك بالإعدام أو السجن المؤبد، شو بتختار؟ هلأ أنت ليش عم تسأل أسئلة صعبة يا أستاذ أسعد؟ نحن أولا وآخرا بترجاك لا تتدخل يا رياض وخليه جاوبني على سؤالي. اتفضل، شو بتختار بقى يا جهبز؟ شو بدي اختار يعني؟ المؤبد طبعا،
ما احلاني وعم اقول له تعالوا اعدموني لكو على الحكي الفاضي لكو يا حاجه بقى انت عم تحكي هالحكي لانك ما جربت السجن ليش ضروري يا اسعد سمعنا طالب وانا واثق من ثالث او رابع سنه رح تصرخ وتقول دخيلكم يا ناس تعوا اقتلوني وخلصوني من هالعيشه وشو يلي مخليك واثق بهالشكل هاد لانه الشغله بالعقل مو بالحماس الفاضي شوف يا استاذ اسعد كونك ملياردير ومعك مصاري كتير لا يعني ابدا انك ملكت المعرفه بالنفس البشريه وبتفهم بكل شيء يعني انت اللي بتفهم لا انا ما عم بدي افهم بس انا دارس القانون وعلم النفس الجنائي وعقلي ولك يا يحيى صحيح انا ماني دارس ومثقف بس بالرغم من جهلي قدرت اجمع الملايين اما انت يا حسره مثقف وفهمان وبالرغم من هالشي عايش عند بوري وبتبكي على الفرنك ولا تنسى انه الناس بتصدق الغني وبتعتبره فهمان وبتكذب الفقير وبتعتبره حمار اسعد ارجوك لا تغمق بالكلام وخلي حوارك حضاري مثل ما بعرفك ما في ضروره للشطط يا جماعه طولوا بالكم ليش محتدين على بعضكم كل الان خلونا سهرانين ورايقين ليش هيك عم توتروا الاجواء بلا مبرر لا حول ولا قوه الا بالله كنا بشي وصرنا بشي انا اسف ولا يهمك استاذ اسعد اسف على شو ما صار شيء المهم خلينا بموضوعنا انت قلت يا استاذ اسعد اني ما بقدر اتحمل 3-4 سنين سجن وبعدين بصير بتمنى الموت مو هيك طبعا طيب شو رايك اذا قلت لك اني مستعد اقعد بالسجن 15 سنه وما فكر فيها بالموت لحظه واحده هلا رح نرجع نفس الموضوع خلاص يحيى ليه بصفحه وخلصنا بقى لحظه يا جماعه قلت من كل عقلك بتقدر تنسجن 15 سنه بدون ما تطلب الموت ليش لا طالما عندي عقل واراده انت هيك عم تقول نعم وبتحداك بتتم المليان على رؤوس الأشهاد ماشي الحال بتراهن وعلى شو بده يراهن أنا مستعد راهنك يا يحيى على 250 مليون ليرة سوري نعم 250 مليون ما فهمت عليك مقابل شو عم تراهني أنت مقابل أنه تسجن حالك 15 سنة متواصلة يسجن حاله؟ شو بدك اياه يرتكب جناية يعني؟ لا مو هذا القصد شو قصدك لك؟ أنا بسجنه عندي بقى شو قلت يا يحيى؟ عفوا أسعد أنت عم تحكي جد ولا عم تتبهور بهورة؟ لا أبدا أنا عم بحكي جد وكلامي مثل السيف يعني أنت هلا عم تعرض علي عرض وأنا ناطر جوابك لك شو صاركم يا جماعة؟ شو السهرة المكركبة هاي؟ يا أخي ساولنا شاي خلينا نشرب شاي نلعب شبة أسعد نعم أنا موافق هلا بلغ غلاظة يا شباب مشان الله مو حلو هيك مزح أستاذ أسعد معلش يا شباب أنا قبلت الرهن وبكرة بتشوف شلون بدي دفعه 250 مليون وهو عم يضحك ويلعب ما في مانع وأنا عند كلمتي بس أنا كمان إلي شرط شو هو بقى؟ أنا راح أحبسك عندي هون بالأبو وحط حارس على بابك وخلال هالخمستعشر سنة ممنوع حدا يشوفك أو أنت تشوف حدا وبالمقابل أنت حر شلون يعني أنا حر ما فهمت عليك يعني أنت ما بتطلب من الحارس يفتح لك باب السجن لحتى تطلع منه رح يفتح لك يا بدون تردد بس بهالصورة يعتبر الشرط لاغي حتى لو طلعت قبل انتهاء المدة بربع ساعة ما في مانع بس أنا إلي شرط كمان شو هو؟ بدي اياك تأمن لي كل طلباتي لجوا طلبات شو؟ لازم نحدد هالشي بدقة ولا تنسى انك بدك تفوت على سجن مو على فندق 5 نجوم انا ما بدي منك الا شوية كتب حتى اتسلى فيه تكرم عينك شاهدين يا جماعة بس انا بفضل نكتب وراء بهالشي هاد اعمل يلي بتلاقيه مناسب انا موافق يا جماعة وقفونا هالمسألة شو جايين نسهر ولا نتحدى بعض شو هالليلة المكركبة هاي يحيى خلصونا من المهزلة بقى لا 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 أنا حكيت كلمة ومستحيل أرجع عنها بعدين الصفقة محرزة 250 مليون ليرة ب15 سنة إيه ما صحت لجدي وأنا كمان عند كلمتي وما هاي الشيك ب250 مليون ليرة سوري
هذا الشيك بيضل مع واحد منكم، وإذا استمر بسجنه 15 سنة تعطوه إياه، بس إذا بيطلع قبل ساعة من انتهاء المدة ما إله عندي شيء إطلاقاً. لك ليش عم تزوروني؟ لا تنسوا إنه أنا عم راهن على ساروتي. صحيح أنت عم تراهن على ساروتك، بس أنا عم راهن على حياتي كلها. لك ليش هيك عم بتساوي يا يحيى؟ لك أنت جنيت؟ لك مشان الله فهموني، حدا بيروح على الحبس على رجليه؟ بوس إيدك، حاكيني فهمني، أنت شو عم تعمل بحالك؟ معلش يا رحاب، المغامرة بتستاهل. بعدين اعتبريني راح اتغرب شي 15 سنة، يا قسما بالله لو سافرت على المريخ مستحيل اقدر طالع هيك مبلغ. بعدين بيني وبينك ال 250 مليون من ايد ابو اسعد بيساوي عندي 100 مليار، بدي ورجي له المغرور كيف راح شلح نص ساروته بقوة ارادتي. بس يا يحيى يا قلبي انت مانك مضطر، احنا عايشين بنعمة والحمد لله، مو ناقصنا شي. اللي ناقصنا شي مستورين والحمد لله. ترجاكي ريحاب لا بقى تناقشيني، خلاص اختي قلت لك اعتبريني راح اتغرب 15 سنة، خلصت يا اختي. بس اللي بيتغرب يا اخي بيبعت مكتوب، بيحكي تليفون، بيبعت شريط فيديو، لك بيجي زيارات، مو بينقطع 15 سنة اتعبت. مشان الله اختي لا تزعلي، والله ما بيهون علي بزعلك، هو بجوز كون عم اظلمك معي لانك راح تكوني لحالك بغيابي، وانت الوحيدة اللي راح تدفعي ثمن هالفكرة الشيطانية. بس صدقيني يا اختي رح عوضك، والله العظيم رح عوضك، عن كل يوم عن كل ساعة عن كل دقيقة قضيتيها وانت عم تنتظريني. بس الشغلة بدها شوية إرادة وصبر، وأجار الدكان اللي عندك ممكن يعيشك عربين ما أرجع لك وعمر لك أحلى قصر بأحلى مكان. لا تبكي يا أختي لا تبكي، صدقيني ما عندي أغلى منك بهالحياة، بس أختي هيك الله كتب ورح أرجع لك سالم غانم بإذن الله. ولا يهمك اللي بيروح ما بيتعود يا يحيى. على كل حال أنا إلي رب ما بينسى. إنه أنا اللي بدي أفهمه شغلة واحدة بس، أنت شو جايك من ورا كل هالقصة؟ بدي كسر راسه ليحيى، لأنه رافع مناخيره زيادة عن اللزوم ومفتكر إنه هو أفهم واحد بالدنيا. لك من شان تكسر له راسه بتخسر حالك 250 مليون؟ هسعد شو صار لك؟ جنيت انت يعني جنيت؟ لك صدقني يا ناريمان انا ما راح غامر بشي. يعني فكرك يحيى راح يصبر على سجن اختياري 15 سنة؟ والله ما بعرف، بجوز يصبر. مستحيل، شو عم تحكي انت؟ هذا اسمه سجن، انت مستقلي كلمة سجن؟ يعني ممكن يصبر شي شهر زمان وبلي كتير سنة وبكرة بتشوفي. ايه بس انا اللي بعرفه عن يحيى انه كتير عنيد وراسه يابس، يعني اذا حط شغله براسه بده ينفذها مهما كلف الامر حتى لو كان على قطع رقبته. قد ما كان عنيد الشرط اللي حاطط له اياه خارج عن قدره البشر، ويحيى بشر، يعني الا ما يمرق بلحظه ضعف ويحمل حاله ويطلع من سجنه. والصعب بالموضوع انه راح ينسجن بارادته وراح يحصل على حريته بارادته. يعني تخيل انسان قاعد بسجن بابه شبه مفتوح وبينه وبين الحرية 10 خطوات وما عم يقدر يتخذ قرار ويجتاز ال10 خطوات، بقى شلون بدها تكون حالته؟ معناها أكيد بده يجن. محتمل، بس بيكون جنى على حاله، لأني أنا ما ضربته على إيده وقلت له تعال سجن بالقوة. ما بعرف شو بدي أقولك يا أسعد، يا خوفي يتحيوان ويتنح ويقعد المدة كلها وبالأخير يلطش منك ال 250 مليون وأنت عم تضحك وتلعب. ساعتها مو هو اللي بده يجن، نحن اللي بدنا نجن. لا حبيبتي اطمني، جوزك بجنن بلد. يلي عم بصير مهزلة حقيقية يا طالب، يعني معقول نضل نتفرج عليهم وما نعمل شيء؟ ما عاد يطلع بإيدنا نعمل شيء يا رياض. أنا اليوم حكيت مع أسعد ومع يحيى كمان، اثنين مصرين على تنفيذ الرهان. اي بس هذا اسمه جنان رسمي. ما اختلفنا يا أخي، جنان جنان، بس شو بنعمل؟ نمنعهم بالقوة يعني؟ لا طبعاً، بس إلا ما يكون في حل. على كل حال أنا مالي متوقع الشغلة تمط كتير، بكره يحيى بيعقد له كم يوم لحاله بيلقبو وبيحمل حاله وبيطلع، لأنه مستحيل يتحمل أكثر من هيك. هيك قلتك؟ طبعا، ما بدنا اثنين يحكوا فيها،
الحرية غالية وما بتتقدر بثمن يا رياض. ايه يا اخي يحيى، هاي السجن تبعك شو رأيك فيه؟ 5 نجوم ما هيك؟ 5 ولا 10 بضل سجن. طيب شوف يا يحيى، هاي آلة الأورج وآلة العود تركت لك ياهن لأنه بعرفك بتحب الموسيقى، وهي المكتبة كلها تحت أمرك، وإذا احتجت لكتب إضافية ممكن تكتب لي أسماءها أو تبعت لي إياها مع الحارس. ومين راح تحط حارس؟ في عندي شاب اسمه وضاح، هو راح يكون صلة الوصل خلال هال15 سنة بيني وبين يحيى. ايه استاذ يحيى، بتحب نبلش نعير الوقت من هلا؟ ليش لا؟ مثل ما بتريد. طيب هلا الساعة 12 الظهر تماما، يعني الساعة 12 الظهر بعد 15 سنة بتنتهي مدة الرهان، يعني يوم 9 ايلول عام 2001 الساعة 12 الظهر ان شاء الله بنلتقي. وهو كذلك. بستأذن انا، وإن شاء الله بشوفك بعد 15 سنة يا يحيى. وانتو شباب معكم 5 دقايق بس لحتى تودوا. يحيى اسمع مني، خلينا نطلع سوا بترجاك. إذا بتريد رياض الموضوع انحسم، وإن شاء الله بشوف وشكم بعد 15 سنة. رح نشتغل كتير يا رياض. موفق ان شاء الله. ما كنت متصور انه نفترق هيك بهالسهوله هي. معلش هيك نصيبنا. يلا يا جماعه هلا اذا خلصت 5 دقائق وما طلعتوا بتعطوا حجه للسيد اسعد يلغي الرهن. يلا تفضل. يلا يلا السلام عليكم. خاطرك. يلا بنستأذن استاذ اسعد. خلونا نتغدى سوا. معلش غير مره ان شاء الله. دير بالك ها، ما بدك توصاي على سجينك. خلاص اعتبروه قاعد بحضن امه وابوه. يلا السلام عليكم. يلا سلامات. مع السلامه يا شباب. مع السلامه. البرنامج اليومي للاسبوع الاول، الاستيقاظ في 10، تمارين رياضية ساعة كاملة، استرخاء واستماع للموسيقى مع تناول الإفطار حتى 1:00، من 1:00 وحتى 2:00 حلاقة ذقن. حلاقة ذقن أريد 1:00 لحلاقة ذقني، لازم أستهلك الوقت أكثر من هيك. من 1:00 وحتى 2:30 حلاقة ذقن. من 3:00 وحتى 5:30 تناول الغداء مع قيلولة. من 6:00 حتى 8:00 عزف. من 8:00 وحتى 11:00 ليلا مطالعة. موعد النوم 11:30. هيك معقول كتير. تفضل.
إذا سمحت اعتبارا من بكرة بدي الفطور الساعة 11:30 والغدا الساعة 3 والعشاء الساعة 8:30. شو بقى؟ ليش ما عم تحكي؟ أبدا هلوي وان أيوة أبا بابا بابا لا سلامتك الله معك. العمى العمى شو لقيمة الزلمة؟ حاطط لي حارس أخرس حتى ما أحكي معه؟ بس مو مشكلة مستعد أحكي مع حالي 15 سنة. وين صرنا بالبرنامج اليومي يا ترى؟ خليني هلأ أكتب برنامج المطالعة للسنة الأولى. الشهر الأول قراءة روايات دوستويفسكي. الشهر الثاني تشيكوف. الشهر الثالث جنكيز إيتمتوف. ولا خليني خصص 6 شهور للأدب الروسي كله بدون تحديد. بيستاهل الأدب الروسي 6 شهور، والست شهور التانيات بقرا فيهم مختارات من الأدب العالمي، وهي رح أكتب قائمة بأسماء الروايات المطلوبة. قال لك شيء؟ لا، بس حدد مواعيد الوجبات الثلاثة. أوعاك أوعاك تغلط وتحكي قدامه كلمة وحدة. بدي إياه ضل مفكرك أخرس، مفهوم؟ مفهوم. يعني ما بدي تحكي وتاخذ وتعطي معه حتى يمل ويطلع بسرعة. طيب وإذا إجا ليطلع أمنعه؟ أوعى. بالعكس، بتفتح له الباب وبتجي بتبلغني فورا. ماشي، يلا روح على شغلة. حاضر. شو الأخبار؟ ما في شيء، بس الأخ طالب إنه ياخذوا له الوجبات الثلاثة بأوقات محددة، يعني كأنه قاعد بأوتيل 5 نجوم. بيطلع له، مو أنت وعدته تنفذ له كل طلباته؟ إيه، خليه يتفقس على كيفه وخاطره، وبدي أشوف آخرته معه. فين صوتك الحلو الرنان يخفف الأشغال عني؟ انت سمير بين الخلان يرتاح مع بالي وغني. يسلم وديات. تفضل. شكرا. لك شوفوا شو طالب أخونا بالله، قال بده 40 رواية دفعة واحدة. لك إيه بتبدو يقراهن؟ ها معناته هذا الزلمة محضر حاله لإقامة طويلة. أعطيني بلا لشوفها. كل روايات روسية. هي شو يعني؟ شو يعني؟ هذا مبلش بالأدب العالمي من الشمال للجنوب. شو يعني؟ معناته لا يوصل للأدب الأمريكي بده 5 سنين بكل رياح. لا ما بظن يا سيدي، بعد 10 رواية بدها تدي اخلاقه ويمل. لك شو فاتح له مركز ثقافي انا؟ شح، لسه الساعة 5، يعني ما قعدت بالحمام غير 2:30. قليل هيك، لازم الحمام يستغرق معي 4 ساعات على الاقل. طيب اذا قلنا 3 حمامات بالأسبوع ضرب 4 بيطلع 12 ساعة بالشهر 48 ساعة، يعني من كل شهر بيروح 2 بالحمام، معناها من كل سنة بيروح 24 يوم، من 15 سنة بيروح سنة كاملة. ممتاز كتير، معناها أنا ممكن أقضي سنة كاملة من محكوميتي بالحمام. ادخل فوت وضح. ايوه هدول الروايات اللي طلبتهم؟ ايش ما
مظبوط، هي أعمال تشيكوف. وهذا دوستويفسكي. مظبوط، هذا مكسيم غوركي. مظبوط، هدول روايات تولستوي. هاي قصص إيتماتوف. مظبوطين، حطهم مع جنب. أبا هدي بابا؟ لا لا لا، ما بدي شي، سلامتك. أبا يسلموا إيديك. كله مع اني كنت حاطط بمخططي اقراب 6 شهور. ما بعرف بهالحالة يا ترى خسرت شهرين. شغلة بتحير فعلا، ما بعرف. بغني بصوت عالي؟ ما بعرف يا بيك، حاسس وضعه مو طبيعي. هاي أول مرة بيعلي فيها صوته. معناتها قربي. تعال أقول لك، تعال. الله وكيلكم يا جماعة، هلكني بطلباته. إيه، ما ترك رواية بالأدب العربي ولا العالمي إلا وطلبها. وفي كتب مو متوفرة هون، عم بضطر جيب له إياها من بيروت. بس هذا يا أستاذ أسعد أحد شروط الرهان. هلأ معقول يلحق يقرأ كل هالكتب بهالسنتين زمان؟ وليش حتى ما يلحق؟ قاعد لا شغلة ولا عملة. هلأ صار له 2 سنين، معقول؟ حبيبي صار له 2 سنين وشهرين. يا لطيف على الأيام كيف مضيت بسرعة. يعني غمض عين فتح عين بتلاقي مضوا 15 سنة. لك الله لا يقدر، شو عم تحكوا انتو؟ شو ناويين تخسروني ساروتي؟ الحق عليك، مو انت اللي غامرت بهيك مبلغ؟ على كل حال لسه بكير على الحكي، لسه قدامنا 12 سنة وعشر شهور. هدول عمر مو ضحكة ولعبة. يا حبيبي على هالتفقيس، بالفعل هالزلمة فايق ورايق. شو عم يطلب منك كمان؟ بده كتب لتعلم اللغة الفرنسية والألمانية مع كاسيتات.
وليش بقى فرنسية وألمانية؟ لأنه بيعرف إنجليزي، على ما يبدو بده يتعلم لغات تانية بين القعدة الفاضية عنده. والله برافو عليه، برافو عليه، شو فاتح له معهد لغات أنا؟ بسيطة. خذ شفتي هالكتب مني بدي أمنها، خذ. ولا يهمك، أنا بدبر له إياهم ولا يهمك. Il y a dix voitures. La première leçon. Qu'est-ce? Gilles Romba. Quasiment. Très bien logé. Très bien logé. En haut, une domestique. En haut, l'une domestique. Khadime. Vue de près. Manzouj. Vue de loin. Ambiant. Attrayant. J'exemple. À demain. وشك ولا ضو القمر. كيفك نارمان خانم؟ الحمد لله ماشي الحال، تفضلي ارتاحي. قولي لي كيف اجينا على بالك؟ والله انتو على البال دايما يا نارمان خانم، بس الحقيقة يعني أنا قصدتك بخدمة وبتمنى ما تفشليني، يستر على عرضك. والله إذا بقدر أخدمك ما راح أقصر أبدا، تفضلي. بذمتك يا نارمان خانم، هاد اللي عم بيصير مو حرام؟ معك حق، بس يا ريت يطلع بإيدي شي. لا، ومن جهة تانية أخوكي معند و... لك أنا ما بدي شي غير إني شوفه، خليني شوفه مشان الله. والله اشتقت له، صار لي 5 سنين ما شفته. صحيح، بس طيب بجوز من الله هالحكي؟ 5 سنين ما شوف أخي الوحيد ولو دقيقة واحدة بس، وين صارت هاي؟ يعني لو كان قاتل قتيل أو عامل جريمة كانوا سمحوا لي بزيارته، ليش عم تعملوا معي هيك؟ ليش؟ يا رحاب، انت بتعرفي انه الشرط اللي بين اسعد ويحيى انه ما يشوف حدا كل فترة السجن. شو هالشرط هاد؟ كلام منزل؟ والله فحم قلبي على ما اشوفه. حرام عليكم يا ناس، مشان الله حاكي لي اسعد بيك، بركي بخليني اشوفه ولو دقيقة واحدة. خلص تكرم عينك، انا اليوم بفتح الموضوع مع اسعد وان شاء الله بصير خير. طولي بالك انت. اعوذ بالله، شو عم تحكي انت يا نارمان؟ ايه بس ما بيجوز هيك، يعني انت باي حق عم تحرم اخت من شوفت اخوها؟ انا ما دخلني، هو اللي اختار هالشي. صحيح، بس انا مالي متخيله ابدا انه قلبك قاسي لهي الدرجه. هلا انا قلبي قاسي؟ ليش ما بتقولي الاستاذ يحيى هو اللي قلبه قاسي؟ اصلا لو كان في ذره شفقه ورحمه على اخته كان طلع من زمان. لك يخرب بيته شو طلع طماع وبيحب القرش. لك العمى بقلبه هي صار له 5 سنين قاعد ومسترطب، يعني تلت المده، وبدك ياني يبعث له اخته؟ أصلاً لو كان مشتاق لأخته وكان طلع من زمان. يعني ما في نتيجة؟ لا ما في نتيجة، وبتمنى أنه ما عاد تفتحي هالموضوع بنو. خلص أسعد، خلص مثل ما بدك. شو بدك أنت التاني؟ مو أنا اللي بدي، الأستاذ. يا حبيبي، كتب لتعلم اللغة الإسبانية، هذا اللي كان ناقصني. نحن قاعدين عم نتقلى والأخ قاعد عم يتسلى. شو فاتح له معهد ألسن هون أنا؟ روح شوف شغلك، روح. حاضر. لازم عدل البرنامج اليومي، المفروض صير فيه الساعة 8 مو الساعة 9. حتى الحمام بكفي نص ساعة، هالوقت اللي بزيد بستغله بالقراية. لازم هالسنة اتقن اللغة الروسية
لازم. أصبح بصير البرنامج على الشكل الآتي: الاستيقاظ الساعة 8:00، من 8:00 إلى 8:30 تمارين لياقة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إمتى ما أتيت؟ امبارحة بالليل. طيب وإمتى الدفن؟ بعد الظهر إن شاء الله. مسكينة ماتت قبل ما تشوف أخوها. شو رأيك؟ نخبره ليحيى؟ طبعا لازم نخبره. قولتك بيقبل يطلع مشان يحضر الجنازة ولا لا؟ إيه قوم لك قوم لك. العوض بسلامتكم. الله يسلمك. أنا لازم أقوم بالواجب، ولذلك أنا علي تكاليف العزاء والطلعة والجنازة. ما بكفي هيك أسعد بك؟ شو قصدك؟ ولو كلك نظر، يعني معقولة يحيى ما يحضر جنازة أخته؟ ويحضر مين ماسكه؟ يعني بتسمح له يطلع يحضر جنازة أخته ويرجع؟ لوين بده يرجع؟ متى ما طلع خطوة وحدة برات الأبو بيخسر الشرط. بس هذا مو عادل يا أستاذ أسعد. ليش مو عادل بقى؟ مكتوب بشروط العقد إنه بحق له يطلع لما بيموت حدا من قرايبينه؟ لا مو مكتوب. إيه خلاص، خلينا متقيدين ببنود الاتفاق بيكون أفضل. بس يا أسعد بيك المسألة إنسانية. شو قصدك يعني؟ أنا ما عندي إنسانية؟ لا مو هيك القصد. بس حبيبي نحن ما عم نلعب، هذا سجن ويحيى سجين. هلأ واحد محكوم وعم يقضي محكوميته، بيخلوه يطلع من السجن إذا مات حدا من قرايبينه ليحضر العزاء؟ لا طبعا ما بيخلوه. خلص هاي مثل هاي. بعدين إذا بتريدوا، الوضع صار حساس وصعب كتير. هلأ بالحساب إله عندي 8 سنين ما قال أخ. إذا بدي أعطيه يومين لحتى يطلع ويتنفس فيهم، بده يرجع يكفي 7 سنين على رجل وحدة، والشغلة فيها 250 مليون ليرة، يعني ثروتي كلها. فإذا بتريدوا لا تحرجوني. ماشي الحال مثل ما بدك. شو رأيكم خبره ولا لا؟ أنا رأيي ما نخبره بدون ما نزيد على قلبه، وبلا ما يزعل ويمئت وهو جوا. وبركي عاتبنا وأطلع. سيدي لوقت فرج ورحمة. هلا خلونا نقوم ونشوف ترتيبات الجنازة والعزاء. تفضلوا. لحظة، عن إذنكم دقيقة واحدة بس. تفضل. يا وضاح وضاح، امسك ورقة هالنعوة وعطيها ليحيى. ليش مين مات؟ لك شو بدك بها الشغلة؟ عطيها وارجع لعندي. حاضر. يلا تيخة، هدوء، مياخشي بخفة، ديفوشكا ديفوشكا فتاة. فوت وضاح. سباسيكا شكرا. ستراتسي ديبراوترو ستراتسي ديبراوترو. أهلين وضاح، جيت وقتك. قل له لأسعد بيك بدي 40 جزء من كتاب قصة الحضارة، بس بدي اياهم بالإنجليزي، هو باعت لي اياهم بالعربي، ما بيشتغلوا معي. مع مين عم بحكي أنا التاني؟ سيف. قصة الحضارة ويل ديورانت بالإنجليزي. أبا أبا ماشي الحال، يعطيك العافية. يا أختي الحبيبة، يا عيوني أنتِ،
حياتي. شبك يا سعد؟ ليش هيك قاعد لحالك؟ ما في شيء. شلون ما في شيء؟ صار لك أكثر من ساعتين على هالحالة. شو بدك يعني أعمل؟ قوم أرقص يعني من شان الله تركيني بهمي. قلت لك من الأول بس أنت ما كنت تسمع كلامي. لك العم على هالحالة مو بقيان إلا أسبوع وبدي أدفع للزلمة 250 مليون ليرة، بتعرفي شو يعني؟ شو يعني؟ يعني رح نصفي على الحديدة وأنا ما بقيان من أملاكي إلا 200 مليون ليرة، يعني بهالحالة بدنا نضطر نبيع الفيلا. شو هالحكي هاد؟ ليش وين راحوا مصاريك؟ شو نسياني إني خسرت 50 مليون بصفة السكر ورجعت خسرت 20 مليون بصفة السيارات، هذا غير الملايين اللي راحت وقت حرب الخليج. ولك العمى، العمى بقلبه شو عنيد. صدقيني كل شي توقعته إلا أنه يصبر 15 سنة على السجن. رح جمي أنا ريحة، رح جمي الأستاذ يحيى، رح يشلحنا كل مصرياتنا وكل أملاكنا. يعني بعد أسبوع هو رح يصير مليونير ونحن رح نصفي على البلاطة. خرجك الله لا يقيمك، هذا كله من عنادك وطيشك وغبائك. أنا غبي؟ أنت عم تحكي معي هيك؟ لك غبي وستين غبي، حاجة مسخرة بقى يا. لا انت بدي ضل عم بصبر عليك، انا رح ترفع مرارتي وصار لازم احكي. بس مو الحق عليك، الحق علي انا اللي طالعتك وخليتك تراهن بهيك مبلغ. بس شو الفائده هلا؟ شو الفائده؟ الغرور عمى قلبك وهي النتيجه، ضيعتنا وغرقتنا وصفيتنا ما انسحب الاراضي. بدل ما توقفي جنبي وتآزريني عم تحكي معي هالحكي؟ لا صحيح، معك حق، كثير لا بقلك مين يوقف جنبك، انا اصلا ما عاد اقعد لك بهذا البيت ولا لحظه، خليني اطلع هلا بكرامتي، احسن ما انزل بكره بالشوارع. عن اذنك. ايه طالب، قد ايه صارت معك الساعة؟ 10:30. معناتها بقيان للموعد 10:30. بتعرف يا طالب، ماني مصدق انت شوف يحيى. وانا كمان، صدقني امبارحة ما نمت الليل وانا عم أفكر بهاللحظة. فظاعة، هالخمستعشر سنة مروا مثل المنام. علينا مروا مثل المنام، بس المسكين يحيى بيكون شاف الويل بهال 15 سنة. يا سيدي كمان ال 250 مليون بيستاهلوا هيك تضحية، يعني دخلك شو جانا نحن بهال 15 سنة؟ قلتك لسانا مثل ما نحن، لا رحنا ولا انطرحنا. يلا يلا خلينا نمشي.
شو اسعد؟ كأنه مالك حاسب حساب هيك يوم. امشوا ننزل نهني يحيى بفوزه بهالريال. لسه بقى لها ربع ساعة. لسه ما صار 19. يعني اللي قعد 15 سنة رح تفرق معه ربع ساعة. العمى بقلبه ما عنده. لك صدوني صرت اترك الباب مفتوح بركي بيغري وبيطلع. بس عبس. ما في نتيجة. قاعد ومتنح. لك يا جماعة حتى وضاح ما عاد لطرق. صار يتركه لحتى يمشي وهو ثابت على موقفه. يخرب بيته يخرب بيته لهالزلمة. يخرب بيتي يخرب بيتي. ايه تفضل استاذ اسعد، خلينا نفك اسره ونهني بالسلامة. لسه باقي 10 دقائق. يا سيدي منتظره تحت. قوم لالك قوم. الباب مفتوح. الباب مفتوح يا جماعة. الباب مفتوح. يحيى 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 طلع عم البنت. يحيى 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 هل هل يحيى فرفر يحيى راح مع العسكر. يحيى 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 طلع قبل انتهاء البنت بربع ساعة. أنا رحت الرهان. وضح وضح. نعم نعم يا بيك. وينه يحيى؟ ما بعرف. أنا رحت أكل وإشي ما لقيته. معناته أنا كسبت الرهان. ما في كلام. صديقي المليونير أسعد، لم يكن هدفي عندما استضفتني في سجنك إلا النيل منك ومن ثروتك والحصول على هذا المبلغ الضخم الذي اتفقنا أن تدفعه لي عند انقضاء 15 عاما. وصبرت في سبيل تحقيق ذلك أعواما طوالا، ولكنني وقبل انقضاء الوقت كله بنصف ساعة قررت الانعتاق من سجني والانطلاق إلى الحياة فقيرا معدما لا أملك من حطام الدنيا قشة واحدة ولا نصير لي فيها ولا معين. إلا أنني خلال سجني لم أجد مؤنسا لي إلا الكتاب، فأقبلت ألتهم الكتب التهاما وكأنها غذائي وكسائي طعامي وشرابي. حلقت في قراءاتي في غياهب الكون وفي مجاهل الطبيعة وفي مختلف الأمصار والأصقاع. قرأت التاريخ والجغرافيا والفلسفة والطب والعلوم الإنسانية. تبحرت في التاريخ قديمه وحديثه وعجبت من مصائر الدول ومن سطوة الحكام وأكبرت بطولة الشعوب. استغرقتني كتب الجغرافيا فإذا بي أطوف حول العالم وأصعد الجبال وأهبط الوديان وأتأمل صنع الله وأنا قابع في مكاني. تعلمت 7 لغات أجنبية حية وقرأت بواسطتها معظم التآليف الأجنبية واطلعت على الآداب الإنسانية والعلوم الكونية والروايات الأدبية والفنون العالمية. تعرفت على إبداعات العقل البشري. أحببت كرهت سافرت حلمت عشت الحياة بكل تفاصيلها وما شعرت يوما أنني مسجون أسير بل حر طليق أتجول كيف أشاء وأطير في أي سماء. قرأت معظم ما أنتجه العقل البشري. قرأت تاريخ الأديان وعرفت الإله. توحدت معه وسبحت بحمده وصرت قريبا منه أكثر. أنا لم أخسر، أنا الرابح بكل تأكيد. لم تعد تهمني ثروتك وزاد احتقاري للمال إذ هو الغاية. إنني أرثي لك أيها العابد مالا وأشكرك لأنك كنت سبب في حصولي على كنوز المعرفة. وداعا وليهنأ كل بفوزه.